السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في كورس CMA بار 2. لسه مستمرين إن شاء الله في جزء الكوربريت فاينانس، وهنبدأ النهاردة إن شاء الله في يونت 8 وهي آخر يونت في جزء الكوربريت فاينانس. مبدئيا يونت 8 دي هتكلمنا عن ثلاث مواضيع مهمين قوي، يعني مثلا هتكلمنا عن موضوع الكوربريت ريستراكشرنج إعادة هيكلة الشركات، وموضوع الانترناشونال تريدنج التجارة الدولية، وآخر موضوع فيها موضوع الاكسشينج ريتس أو أسعار تداول العملات. طبعا ثلاث موضوعات مهمين جدا هيكونوا ختام لذيذ كده لموضوع الكوربريت فاينانس. يعني مثلا عندك موضوع الكوربريت ريستراكشرنج او اعاده هيكله الشركات، هنتكلم فيه بقى عن المرج والاكوزيشن اللي هو الاندماج والاستحواذ، وازاي شركه بتندمج مع شركه او شركه تستحوذ على شركه، وايه الفرق ما بينهم، وايه مميزات وعيوب كل موضوع منهم، وازاي احمي شركتي ضد ان حد يجي يستحوذ عليها بشكل عدواني. فهنعرف فيه معلومات ظريفه جدا. وكمان موضوع او تاني موضوع اللي هو الانترناشنال تريد التجاره الدوليه، هنتعلم فيه ازاي الدول بتحسب ازاي تاثير التجاره الدوليه والصادرات والواردات على ميزان المدفوعات بتاع الدوله، وتاثيره بيكون عامل ازاي على قوه العمله بتاعه الدوله. هنتعلم كمان في اخر جزء، وهو بقى اللي انا بشوفه اهم جزء فيهم من وجهه نظري الشخصيه يعني، وهو موضوع الاكسشينج ريت او اسعار تداول العملات. زي ما انتم عارفين طبعا ان العمله بتاعه كل دوله بيكون ليها سعر في مقابل عملات الدول الاخرى. فانا بقى هتعلم ازاي احسب سعر العمله بتاعتي بيكون ازاي طبقا للقوه الشرائيه بتاعت العمله لما تيجي تشتري عملات من دول اخرى، او القوه الشرائيه بتاعت المواطن اللي بيحمل العمله ديت، وتاثير ارتفاع سعر العمله او انخفاض سعر العمله على القوه الشرائيه وعلى جذب المستثمرين ان هم يجوا يستثمروا عندي في البلد دي او لا. كمان هنتعلم فيها كمان انواع الاكسشينج ريت، انواع اسعار العملات. وانواع اسعار العملات هنا ما اقصدش بيها انواع العملات، لا، يعني السعر العمله نفسه ممكن يكون الهيستوريكال ريت السعر التاريخي، او ممكن يكون الكارنت ريت بتاع النهارده، او ممكن يكون ويتد افريج ريت لفتره زمنيه معينه، او فورورد ريت او فيوتشر ريت، حاجات كده ظريفه هنتعلمها ان شاء الله في اليونت دي. علشان كده بقول هتكون ختام ظريف كده ولذيذ للجزء بتاع الايه الكوربريت فاينانس. يلا بينا كده نبدا نتوكل على الله ونبدا في اول موضوع فيهم النهارده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. ادي عندنا اهو استادي يونت 8، هتتكلم عن الثلاث مواضيع دي زي ما قلنا. ادي اول حاجه اهو كوربريت ريستراكشرنج اعاده هيكله الشركات، وبعدين موضوع الانترناشنال تريد او التجاره الدوليه، واخر جزئيه فيها هتكون الاكسشينج ريت، ودول موزعين على خمسه سب يونت. هنبدأ نشوف أول سب يونت فيهم النهارده الخاصة بالكوربريت ريستراكشرنج، وهي موضوع الايه الميرج اند اكوزيشن. تعالوا كده نبدأ في القصة بتاعة أول سب يونت وهي الميرج اند اكوزيشن. تعال نشوف أول حاجة فيهم الميرجرز، طبعا اللي هو الاندماج، والاكوزيشن اللي هو الاستحواذ، وفي فرق كبير ما بينهم. يعني مثلا لما أقول لك ميرجرز دول شركتين هيندمجوا مع بعض وتنتج شركة جديدة. اما الاكوزيشن الاستحواذ فهو شركه هتروح تستحوذ على شركه، وهيفضل الشركتين الاثنين قائمين، بس هتبقى واحده فيهم بيرنت والثانيه سبسيدري. وطبعا انتوا اساتذه في موضوع البيرنت والسبسيدري، وعارفين بقى الشركه الام والشركه المتفرعه منها وهكذا. تعال نبدا في اول موضوع فيهم وهو الميرجرز او الاندماجات. يلا نشوف. في البدايه بيقول لك اهو A merger الاندماج is a business transaction، هي معامله بتتم في البيزنس، in which بقى ايه اللي هيحصل فيها؟ The acquiring firm. من هي الاكوايرنج فيرم؟ هي الشركه اللي هتندمج مع الشركه الثانيه. الاكوايرنج فيرم هي الشركه اللي هتبادر، او الشركه المستحوذه بقى اللي هتبادر بعمليه الدمج دي. هتعمل ايه بقى؟ absorbs، هتمتص وهتبلع السكند فيرم، ويبقوا الاثنين في الاخر ايه؟ شركه واحده. عشان كده بيقول لك اهو and the acquiring firm remaining business، هتفضل موجوده في البيزنس. يعني اذا الشركتين دول لما اندمجوا نتجت شركه، وهي الشركه اللي ايه استحوذت على الشركه الثانيه، بس هنا استحوذت عليها بالكامل كاندماج مش كاكوزيشن. علشان كده بيقول لك هنا شركه واحده فيهم بس هي اللي ايه ريمين ان ذا بزنس، اللي هي الاكوايرنج فيرم. الشركه دي هتبقى عباره عن ايه؟ قال لك از كومباينيشن اوف، كمزيج من الايه؟ من التو ميرجد فيرم. يبقى اذا تو ميرجد فيرم او شركتين اندمجوا نتجت عنهم شركه جديده اللي هي الاكوايرنج فيرم. جنرالي بشكل عام محتاجين طبعا الابروفل، الموافقه من الشير هولدرز في كل شركه من الاثنين، اوف ايتش فيرم از ريكوايرد. يبقى اذا الابروفل الخاصه بالشير هولدر مطلوبه في الشركتين عشان يتم عمليه الاندماج. احد اشكال الاندماج اسمها الكونسوليديشن. طبعا كونسوليديشن زي ما انتم عارفين التجميع او التوحيد وهكذا، وهو ان احنا بندمج او بنجمع الشركتين مع بعض. قال لك ده سيميلر برضه للميرجر، بات ا نيو انتيتي از فورمد، ولكن شركه جديده هتتكون، اند نيزر، نيزر يعني ولا
ولا واحدة فيهم. Neither of the merging entities survive. يبقى إذن إيه اللي يفرق ده عن اللي فوق ده؟ بص هنا في اللي فوق اللي اتكلمنا عنه الميرجر دوت، فهو عبارة عن إن فيهم شركة بلعت الشركة التانية وفضلت موجودة. إنما بقى في الكونسوليديشن نيزر ولا واحدة في الشركتين فضلت موجودة ونشأت إيه؟ نيو انتيتي، شركة جديدة. طب ده كلام جميل. تعال نشوف أشكاله بتبقى عاملة إزاي. 3 common type of merger are as follow. 3 أنواع: horizontal merger و vertical و conglomerate. تعال نشوف أول واحد فيهم اللي هو الهوريزونتال. هوريزونتال يعني أفقي. يعني إيه أفقي؟ يعني جنبك كده، شمالك ويمينك، ده كده اسمه إيه؟ أفقي. ده معناه إن حضرتك هتستحوذ على شركة تانية في نفس اللاين أوف بزنس بتاعك، في نفس الصناعة بتاعتك، منافس ليك مثلا وهكذا. فده بيسموها in the same line of business. فده أنت بتحوز على شركة، تستحوذ على شركة جنبك منافس ليك. فبيقول لك في الهوريزونتال ميرجر او في الموضوع الافقي ده، occurs when two firm، لما شركتين بس ايه بقى in the same line of business، في نفس اللاين من البيزنس، يعني هما الاثنين شركتين منافسين بينافسوا بعض في نفس اللاين اوف بزنس فاندمجوا مع بعض. فده اول نوع اللي هو الايه؟ الهوريزونتال او الافقي. طيب تعال نشوف النوع الثاني اللي هو الفيرتيكال او الراسي. فيرتيكال او راسي، راسي يعني فوقيك وايه؟ تحتيك، عمودي كده. طيب مين اللي فوقيك؟ المورد، السبلاير اللي بيوردك الخامات بتاعتك. ومين اللي تحتيك؟ الكاستمر اللي انت بتبيع له المنتج بتاعك. فانا النهارده بقى لما اندمج مع السبلاير اللي فوقي او اندمج مع الكاستمر اللي تحتي، فده اسمه فيرتيكال او راسي. فبيقول لك حتى فيرتيكال انتجريشن، واحنا كنا درسنا موضوع الفيرتيكال انتجريشن او التكامل الراسي ده، كنا درسناه في بارت 1 لو نفتكر. فبيقول لك الفيرتيكال ميرجر ده كومباينز، بيدمج ايه بقى؟ فيرم ويز وان اوف اتس، يا اما سبلاير فوقيك يا اما كاستمر ايه؟ تحتيك. حلو قوي. تعال نشوف النوع الثالث اسمه كونجلمرت ميرجر. كلمه كونجلمرت يعني تكتلات. يعني ايه تكتلات؟ التكتلات دي يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه شركات مع بعض عاملين تكتل مع بعض، ولكن هم مش منافسين ولا هم سبلاير وكاستمر لبعض، ولكنهم شركات في صناعات مختلفه. فانا مثلا ممكن اعمل تكتل من شركات معينه، يكون فيهم شركه بتشتغل في المقاولات، وشركه في الاتصالات، وشركه في الحديد والصلب، وشركه في الملابس وهكذا، وكلهم مع بعض عاملين تكتل. فبيقول لك الكونجلمرت ميرجر او اندماج التكتلات انفولف ايه بقى؟ تو ايه بقى؟ بص ان ريليتد فيرم، يعني شركتين مالهمش علاقة ببعض، في different industries، في صناعات مختلفة. يعني ولا واحدة فيهم عميل للتانية ولا مورد للتانية ولا هي منافس ولا كده، لا ده ما لهمش علاقة ببعض اصلا، ولكن هيندمجوا مع بعض ويعملوا تكتل. كويس. تعالى بقى نشوف بيقول ايه كمان. A merger is usually a negotiated arrangement. يعني اذا عملية اندماج دي بتبقى عملية negotiated arrangement، هي اتفاقية negotiated فيها تفاوض between ايه بقى؟ single bidder. بص يا جماعة، bidder bid يعني مناقصة، بيدر يعني مقدم العطاء. يعني لما اقول لك هنعمل بيد يعني هنعمل مناقصه، لما اقول لك انت بيدر يعني انت داخل تقدم عطاء علشان تشتري. ليه؟ علشان تستحوذ على شركه. فبيقول لك السنجل بيدر ده هو اللي داخل بينه وبين ايه بقى؟ ذا اكوايرد فيرم. واكوايرد فيرم هي الشركه اللي هيتم الاستحواذ عليها او هيتم شرائها. يبقى اذا هي فكره كده ان احنا بنعمل بيدر او مناقصه، بنعمل بيد او مناقصه، وواحد تاني يخش يرمي العطاء بتاعه، فده كده اسمه البيدر علشان يستحوذ على الاكوايرد فيرم او الشركة اللي هتم استحواذ عليه. Payment is most for country in stock. غالبا الدفع بيكون في صورة اسهم، بمعنى ان انا النهاردة هقول لك هشتريك، بدل ما هديلك فلوس هديلك اسهم في شركات تانية. فده كده غالبا الدفع في شكل اسهم. ايه تاني؟ The bidder اللي هو مقدم العطاء ده is often a cash rich firm، شركة غنية بالفلوس. يعني الرجل داخل يشتري الشركة ده او يدمجها معاه، ده معاه فلوس كتير. In a mature industry، وكلمة mature industry يعني الصناعة ناضجة. وزي ما حضراتكم عارفين ان الاندستريز او البرودكت، المنتجات او الصناعات بتمر بحاجة اسمها البرودكت لايف سايكل. يعني الصناعات دايما بتبدأ بايه؟ باول حاجة الانترودكشن، تقدم للسوق، وبعد كده الجروث، النمو، وبعد كده الديكلاين، اسف، بعد كده الماتوريتي، وبعد كده الماتوريتي النضج بقى خلاص بقت ناضجه، تبدا في مرحله الانخفاض او الايه؟ الديكلاين زي ما احنا عارفين. فالشركه اللي بتشتري دي شركه غنيه جدا في صناعه ايه؟ ميتشور اندستري، صناعه ناضجه. كويس. اند اي سيكنج جروث بوسيبيليتي، بتدور على فرص ثانيه للنمو. طب تعمل ايه؟ تقوم تروح تشتري الشركه الصغيره الجديده اللي لسه بتبدا دي. علشان كده الاكوايرد فيرم اللي هي المستحوذ عليها بقى، خلي بالك عايزك تميز ما بين الاكوايرد والاكوايرنج. اكوايرنج هي الشركه اللي داخله تشتري، اكوايرد هي الشركه اللي هتتباع. فبيقول لك ذا اكوايرد فيرم، الشركه اللي هيتم شرائها او هيتم بيعها دي، is usually growing and in need of cash، هي شركة لسه بتنمو ومحتاجة فلوس، فتعمل ايه؟ فتبيع نفسها.
شفت القصه ظريفه ازاي؟ طيب ده كده مين؟ الميرج او الاندماج. تعال نشوف الايه؟ الاكوزيشن، الاستحواذ. بص بقى، زي ما حضرتك شفت طبعا في موضوع الميرج اللي فات ده، ان شركه اشترت شركه واختفت من الوجود وبقوا الاثنين شركه جديده، صح كده؟ الاكوزيشن بقى الاستحواذ، لا مش هيختف ولا حاجه، الشركتين هيفضلوا موجودين، بس جاست شركه هتبقى البيرنت المستحوذه وشركه هتبقى السبسيدري او الشركه الايه المتفرعه منها او الشركه التابعه. وزي ما انتم عارفين طبعا وانتم اساتذه في موضوع الاكوزيشن والكنترولنج انترست والكلام الجميل ده كله، فانتم عارفين ان هنا الشركه ازاي تاكوزيشن شركه ثانيه او تستحوذ على شركه تانية، بنية تشتري الفوتينج رايت او حقوق التصويت بايه؟ باكتر من 50%، يعني تشتري فيها اسهم بتتجاوز الايه؟ ال 50%، وبكده يبقى اخذت الايه؟ الكنترول. وطالما اخذت الكنترول يعني بتتحكم في الشركه دي، يعني هي في الاخر بقت الاكوزيشن او المستحوذه عليها. تعال كده شوف معايا بيقول ايه. An acquisition is the ايه بقى؟ بص، purchase of all another firm's asset. يا اما انا اشتري الاسيت بتاعتك كلها او اشتري controlling interest. وانترست هنا مش يعني فوائد، انترست هنا يعني اشتري منفعه اقتصاديه عندك او يبقى لي استفاده ماليه عندك من خلال ان انا اشتريت اسهم. ايه ده؟ ده على كده الاستحواذ بقى ليه شكلين. ايوه، الشكل الاولاني ان انا اشتري اسيت اصول الشركه، اشتري مخزونها واشتري اصولها الثابته ومصنعها والمبنى والكلام ده، او اسيبهم زي ما هم واروح اشتري الاسهم من المساهمين بان انا اشتري ايه؟ كنترولنج انترست، او اشتري نسبه تحكم في الاسهم. طبعا تتجاوز ال 50%. تعال نعرف مع بعض ايه هو الكنترولنج. الكنترول زي ما انتم عارفين ان انا اقدر اوجه عملية الإدارة أو الاستراتيجية أو البوليسي بتاعت الشركة من وأنا واقف بعيد، يعني أنا راجل كده بكنترول في الشركة. فعشان كده بيقول لك الكنترول هنا أو كنترولينج فاينانشال انترست، إن أنت يبقى لك تتحكم في الاستفادة المالية بتاعتك من الشركة. قال لك إز دايركت أور إن دايركت. يعني إيه بقى يا إخوانا؟ يعني أنا ممكن يكون عندي القدرة إن أنا أتحكم في الشركة بشكل مباشر أو شكل غير مباشر. إزاي الكلام ده؟ هدي لك مثال. انا النهارده لو بمتلك شركه واشتريت اكتر من 50% من الاسهم، سي مثلا اشتريت 80%، فانا بتحكم بيها فيها بشكل دايركت بشكل مباشر. او ممكن اكون انا بمتلك شركه، الشركه دي اللي انا بمتلكها بتمتلك شركه من تحتيها، واخد بالك؟ فانا بتحكم في الشركه الاولانيه اللي بدورها بتتحكم في الشركه الثانيه، يبقى انا كده بتحكم في الشركه الثانيه دي بشكل غير مباشر، صح كده؟ فيبقى اذا انا اقدر اكنترول الفاينانشال انترست بتاعتي او اتحكم في المنافع الماليه بتاعتي اللي هتجيلي منهم من خلال ان انا اتحكم فيها بشكل مباشر او غير مباشر. عشان اعمل ايه بقى؟ بص، ability to determine، يكون عندي القدره على ان انا احدد the direction of management، اتجاهات الاداره عامله ازاي، انا اللي هحددها، انا اللي بتحكم. And policies، والسياسات of the investee. Investee ده يعني المستثمر فيه. يا عم ما تقول الشركة اللي اشتريتها وخلاص. أيوة، الinvestee هو المستثمر فيه، يعني الشركة اللي أنا رايح استحوذ عليها. حلو، فده تعريف الايه؟ الكنترول. An entity is presumed، الشركة بيفترض انها to have a control when it acquire more than 50% of the voting interest. طبعا انتوا اساتذة في الموضوع ده وعارفين ان الفوتنج انترست هي الكومن ستوك، فانا لو استحوذت على اكتر من 50% من الكومن ستوك يبقى انا كده معايا الكنترول of the second entity. حلو، ده كده الاستحواذ من انا ايه؟ ها؟ او معنى الكنترول. قلت لك انا من فوق هنا الاكوزيشن ده يا اما هيبقى بيرشيز اوف اول انذر فيرم اسيت، ان انا اشتري الاصول بتاعت الشركه، او اشتري الفوتنج رايت او اشتري اسهم. تعال نتكلم عن الاثنين بالتفصيل. ادي اول واحده هيعلمك ازاي تاخد الاكوزيشن بشراء الاسيت، وتاني واحده ازاي تاخد الاكوزيشن بشراء الايه؟ الستوك. تعال نشوف. اول حاجه بيقول لك ان اكوزيشن، الشكل الاولاني من اشكال الاستحواذ، ان انا اشتري اصول الشركه. ان اكوزيشن اوف اول اوف فيرمز اسيتس، ان انا اشتري اصول الشركه، ده ريكواير افوت، هيتطلب تصويت اوف ذا فيرمز شير هولدر. فعشان شركه تيجي تشتري الاسيت الاصول بتاعتنا لازم المساهمين يوافقوا. ادي اول اختلاف. ات اولسو انتايلز، وبيشمل على ايه؟ كوستلي ترانسفير اوف ليجل تايتل. ليجل تايتل اللي هو الاسم القانوني، يعني لازم اعمل عقود بيع وانقل الرخصه التجاريه باسم حد تاني، وانقل العقد بتاع المصنع يبقى باسم شخص تاني، واعمل بقى تسجيل في الشهر العقاري والقصه دي. فده موضوع كوستلي، مكلف، عشان اترانسفير الليجل تايتل. يعني النهارده لو ببيع عربيه لازم اروح انقل ملكيه العربيه ديت، وادفع ضريبه، وادفع وادفع والى اخره، مش عايزين نخش في تفاصيل، بس انا كده بنقل الليجل تايتل. فده كوستلي قوي، موضوع مكلف ان انا اشتري الاسيت. بات ات افويد، ولكن ده بيتجنب ايه؟ ذا ماينورتي انترست. الله، طب ما تيجي نعرف يعني ايه ماينورتي انترست. ماينورتي انترست يا شباب اللي هي حقوق الاقليه.
وزي ما انتوا عارفين ان انا لما اروح اشتري اسهم شركه اللي هي طريقه الاستحواذ بقى بشراء الاسهم، فانا بروح اشتري مثلا 80% 70% من اسهم الشركه وبقى كده اخدت الكنترول. طب والباقيين اللي مرضوش يبيعوا الاسهم بتاعتهم دول بالنسبه لي اقليه. عارف بقى لو انا اتبعت طريقه شراء الاصول بتاعت الشركه عشان استحوذ عليها، يبقى انا اشتريت اصول الشركه بالكامل، مفيش حاجه عندي اسمها اقليه لان اشتريت اصول الشركه بالكامل. يبقى اذا من مميزات الاكوزيشن بالاسيت ان انا هافويد، هتجنب اخواننا الماينوريتي انترست اللي هم حقوق الاقليه دول ذات مي ريز اللي هتنشا او كانت هتنشا لو عمليه الاكوزيشن تمت ببرشيز اوف ستوك اللي هنشوفها كمان شويه تحت. يبقى اذا موضوع الاكوزيشن من خلال شراء الاسيت مميزاته ان انت هتتجنب ان ما يكونش فيه حقوق اقليه. مشاكله ان حضرتك هتتطلب موافقه كل الشير هولدر وهتبقى فيه كوست لترانسفير اوف ليجل تايتل. حلو، تعالى بقى نشوف الاكوزيشن بشراء الاسهم وده الاسهل بقى. قال لك ده ايه بقى؟ acquisition by stock purchase is advantages، مميز جدا وفي مميزات حلوه عن النوع الاولاني. ليه بقى؟ قال لك because it can be affected، يعني ممكن يتنفذ when management and the board of director are hostile to the combination. بص بقى ان ده ممكن يتنفذ ان انت تشتري اسهم الناس المساهمين حتى لو المانجمنت اللي هي الاداره ومجلس الاداره عدائيين، هوستل يعني عدائي، بيعمل عداوه مع عمليه الكومباينيشن دي، هو مش عايز الكومباينيشن او الاستحواذ ده يتم. فانت النهارده يا مانجمنت ويا بورد اوف دايركتور مش عايز تبيع لي اصول الشركه وبتعادي عمليه الاستحواذ دي، طب انا بقى هروح اشتري الاسهم من المساهمين نفسهم واجي لك من الناحيه الثانيه. يبقى اذا دي من مميزات الستوك برشيز في عمليه الاستحواذ. ايه تاني؟ and it does not require، وما بيتطلبش formal vote of firm's shareholder، وما بيتطلبش تصويت من ايه؟ من مساهمين الشركة زي ما كان بيتطلبه في عملية الاستحواذ بالاسيد دي. فانت النهاردة يا مساهم بقول لك ايه، تعالى على جنب كده بيع لي السهم بتاعك وامشي، خلاص انت بعت وانت بعت وانت بعت، مش محتاج تلمهم وتعمل voting، صح؟ كمان بيقول لك ايه بقى؟ if the acquiring firms، لو الشركة المستحوذة لو الاوفر بتاعها، if the acquiring firms offers، لو الاوفر بتاعها لعملية الاستحواذ اللي هي مقدماه is rejected، اترفض by the acquirees management. انا النهاردة قدمت للادارة بتاعت الشركة عرض علشان استحوذ عليها، رفضت العرض بتاعي، اروح بقى نعمل ايه؟ الف من الناحية التانية على المساهمين واعمل لهم حاجة اسمها tender offer. tender يعني مناقصة برضو، هعمل لهم حاجة اسمها tender offer، هقدم لهم عرض مي بي ميد دايركتلي بقى، ده هيتوجه مباشرة، مش هروح للادارة بقى، لا ده مباشرة للاكوايريز شير هولدر، للمساهمين to obtain a controlling interest، علشان اخد منهم الكنترول بتاعهم واشتري منهم الاسهم. ايه هو التندر اوفر ده؟ ان انت تقدم عرض للمساهم علشان تشتري السهم بتاعه. فبيقول لك التندر اوفر ده، العرض اللي هقدمه ده is a general invitation، هي دعوة هتتم by an individual من اشخاص or corporation او من شركات to all shareholder of another corporation، هقدم الدعوة دي لكل المساهمين اللي في الشركة التانية to tender their share، عشان يعملوا مزايدة على الاسهم بتاعتهم for a specific price، في سعر معين. يبقى اذا عايزك تفهم الفرق ما بين البيد والتندر. البد هي مناقصة محدش بيعرف فيها مين مقدم عطاء عامل ازاي، اما التندر هي مزايدة، هنيجي على الملأ كده ونقعد نزايد مع بعض على حد ما نوصل على الايه؟ على السعر. كويس، يبقى اذا من مميزات عملية الشراء بالاسهم ان لو الادارة اعترضت اقدر الف من ناحية تانية واروح المساهمين واشتري الاسهم بتاعتهم. كويس، تعال نشوف ايه تاني. تيك اوفر، تيك اوفر يعني استحواذ برضو، ها تيك اوفر اللي هو الاكوزيشن او استحواذ ده، تيك اوفر افكتد ثرو تندر اوفر، اللي هيتنفذ من خلال عمليه التندر اوفر مي بي فريندلي اور هوستل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكوزيشن اللي انا هعمله من خلال التندر اوفر ده، طالما الاوفر بتاعي اتقدم للمانجمنت وريجكتد اترفض، يبقى انا التفيت من الناحيه الثانيه وجبت الايه؟ المساهمين، وعملت معاهم تندر اوفر واستحوذت عليهم. اهو التندر اوفر ده او العرض اللي انا اشتريت بقى ممكن يكون فريندلي، تم بشكل ودي، او ممكن يكون هوستل، عدائي. يعني ايه بقى القصه دي؟ فريندلي دي يعني انا قلت يا جماعه اللي عايز يبيع يتفضل يبيع، واللي مش عايز يبيع اهلا وسهلا، انا كده كده هاخد الكنترول ويقعد معايا بقى كماينوريتي كحقوق اقليه. اما الهوستل بقى ان هم يكونوا رافضين وانا التف على كل واحد فيهم كده بجنب بعض من غير ما حد يعرف ولا حد يحس ولا عامل تندر ولا الكلام ده، وراح اشتري من ده واشتري من ده واشتري من ده، وتاني يوم فجاه ادخل الشركه اقول لهم انا بقيت صاحب الشركه واستحوذت عليكم بشكل عدائي وانا هبهدلكم معايا. تعال نشوف. بيقول لك وينز تيك اوفر
لما تكون عملية الاستحواذ دي فريندلي ذا تارجت. وخلي بالك معايا بقى، كلمة تارجت دي هيقصد بيها دايما الشركة اللي احنا رايحين نستحوذ عليها. فلما تسمع كلمة تارجت من هنا ورايح لحد اخر المحاضرة دي هتفهم بيها ان التارجت ده هي الشركة اللي انا رايح اشتريها. اتفقنا؟ طيب وين ذا تيك اوفر لما تكون عمليه الاستحواذ دي فريندلي؟ التارجت اللي هي الشركه اللي انا رايح اشتريها يوجوالي عاده بتبقى ساكسفول فيرم، شركه ناجحه في جروث اندستري، في صناعه بتنمو كويس، والبيمنت الدفع ممكن يكون كاش اور ستوك. يعني انا لما اروح اشتري الاسهم منهم يا اما اديهم كاش يا اما اديهم اسهم في حته تانية يروحوا يفرحوا بيها. And the management of target والإدارة بتاعت الشركة التارجت اللي أنا رايح أستحوذ عليها often has a high percentage of ownership، بيكون ليها نسبة كبيرة من الملكية. كويس، ده كده لو الموضوع تم بشكل فريندلي. طب لو الموضوع تم بشكل عدواني بقى هوستيل تيك اوفر، تعال نشوف. وين تيك اوفر از هوستيل؟ لما تكون عمليه الاستحواذ دي تمت بشكل عدواني، ذا تارجت اللي هي الشركه اللي انا هستحوذ عليها از يوجوالي ان ماتشور اندستري، بتكون في صناعه ناضجه، اند از اندر بيرفورمينج. اندر بيرفورمينج هنا يعني ضعيفه الاداء يا شباب، يعني ادائها ايه؟ ضعيف، وانا رايح استحوذ عليها. More than one bidder may emerge. One انتوا عارفين البيدر اللي هو مقدم العطاء وراح يشتري الشركة، فبيقولك اكتر من واحد هيظهروا. emerge يعني يظهروا، فاكتر من واحد مقدم عطاء راح يشتري الشركة هيظهر. ومش بس كده كمان، management ownership is likely to be low. وملكية الادارة في الشركة بتكون ضعيفة. خلي بالك في فرق ما بين ان الادارة تكون هي المالكة او الملاك قاعدين مسافرين في حتة بعيدة ومعينين ناس يديروا. هنا بقى المانجمنت اونر شيب او ملكيه الاداره بتكون منخفضه جدا، وكمان بيمنت از مور لايكلي هيكون بايه؟ بكاش، فهتاخد فلوس وهتمشي. اند انيشال بيدر از بروبابلي ا كوربريت رايدر. وانيشال بيدر هنا اللي هو الانيشال هنا اللي ابتدى الموضوع او ابتدى العطاء ودخل يقدم، ده بيكون كوربريت رايدر. وراجل رايدر هنا يعني معتدي، يعني اللي بدا الموضوع بتاع البيدر ده راجل معتدي وداخل يعتدي على الشركه ويشتريها. فهمتوا القصه؟ يعني موضوع ظريف دمه خفيف قوي يعني. ده كده الفرق ما بين الايه؟ الميرج والاكوزيشن. تعال بقى نشوف الموتيفيشن ليهم بقى، اللي هو موتيفيشن فور ام اند اي اس. ام اللي هو الميرجر واي اس اللي هو الايه؟ الاكوزيشن. يا ترى ايه الحافز وراهم؟ يعني انا ايه اللي يخليني ادمج شركتي مع شركه ثانيه؟ ايه الحافز ورا كده؟ ايه الدافع؟ ايه اللي يخلي شركتي تتباع لشركه ثانيه؟ برضو ايه الحوافز والدوافع؟ هي دي اللي هنتعرف عليها دلوقتي. تعال نشوف مع بعض كده. different stakeholder، وزي ما انتوا عارفين من هم الستيك هولدر؟ ستيك هولدر ما هماش المساهمين، التانيين اسمهم ستوك هولدر، انما هنا ستيك هولدر هم كل المحيطين بالشركه وبيشتغلوا حواليها. بس كده، يشملوا بقى المساهمين، يشملوا الموظفين، يشملوا الاداره، الموردين، العملاء، البنوك، كل حد بيستنفع مع الشركه او بيتعامل معاها. فبيقول لك اشكال مختلفه منهم different stakeholder within the entity will have different reason. اكيد كل واحد فيهم هيكون عنده اسباب for seeking ان هو يتطلع او avoiding يتجنب عمليه الميرج والاكوزيشن. فهو من الاخر عايز يقول لك ان كل واحد من الناس المحيطه بالشركه ممكن يكون حابب الموضوع او عايز يتجنب الموضوع. يعني مثلا المدير المالي ممكن يقول لك يا لو عمليه الميرج دي تمت ده انا هبقى راجل مدير مالي ريجنال فاينانس مانجر وابقى مدير مالي اقليمي وادير الكيان ده كله. واحد تاني موظف غلبان يقول لك يا عم ده لو اشترونا هيمشوا الموظفين وهيعملوا فينا وهيخلوا فينا فخلينا كده احسن. فكل واحد من الستيك هولدر دول هيكون ليه دوافع، يا اما هيحب الموضوع يتطلع ليه يبقى سيكينج او افويدنج عايز يتجنبه. فبيقول لك اهو ذا سينرجيز، سينرجيز اللي هو التعاونيات او التعاون اللي هيحصل بقى ان ان اوبتيمال ميرجر، في عمليه الدمج المثاليه دي ويحصل تعاون ما بين الشركتين او الاكوزيشن ده، بنفيت هيفيد الشير هولدر اوف بوث فيرمز. فكل واحد من المساهمين في كل شركه من الاثنين اكيد هيستفيد. ليه؟ عشان هيتم فيه سينرجي او تعاون. تعال نشوف بقى الموتيفيشن هتبقى عامله ازاي. اول شكل من اشكالها مانجيريال موتيفيشن، حوافز اداريه شويه للاداره بتاعت الشركه ان هم يحسوا ان هم هيبقوا جزء من كيان كبير وهيكبروا معاه والكلام ده كله. قال لك مانجيريال موتيفيشن از ان ايشيو، دي مشكله كبيره. بيكوز نوت اول بزنس ديسيجن، لان مش كل قرارات البيزنس ار بيزد بيورلي، يعني بتعتمد بشكل صافي على الايكونوميك كونسيدريشن، على الاعتبارات الاقتصاديه. بمعنى ايه؟ انا النهارده راجل رئيس مجلس اداره في شركه وفي عمليه دمج هتتم للشركه، اكيد الديسيجن او القرار هنا مش هيبقى معتمد على الورقه والقلم وكل حاجه، اكيد في شويه بيرسونال كونسيدريشن، اكيد في شويه ايه؟ ها حاجات شخصيه في الموضوع، يعني المركزي هيتاخد مني، هقل شويه في منصبي، فالحاجات دي هتاثر في الديسيجن برضه.
ذس وبالتالي ذا انكريز دي سالري، ممكن مرتبك يزيد. فرينج بنفيتس تاخد منافع او مزايا العاملين. باور يبقى ليك باور اكتر لانك هتبقى مدير على شركه او كيان كبير. اند برستيج هيبقى لك برستيج كبير. ذات اوفن ريزلت اللي غالبا هينشا فروم مانجنج ا لارجر انتربرايز، ان انت تمانج كيان كبير او برا انتربرايز او شركه كبيره، كل ده هيأفكت المانجر ديسيجنز، هيأثر على قرارات المديرين. تو كونسيوميت علشان يتمم عمليه الميرج والاكوزيشن ده ذات از نوت فيفربل تو ذا شير هولدر، وهي مش هتكون فيفربل او مرضيه للشير هولدر، يعني الشير هولدر او المساهم مش عاجبه الموضوع ده، بس المدير مبسوط، ليه؟ مرتبه هيزيد، هيبقى شغال في كيان كبير وهكذا. شايفين الدوافع عامله ازاي؟ تعال نشوف دوافع سلبيه شويه. فير الخوف، هيخاف بقى. فير اوف نيجاتيف بيرسونال كونسيكونس، العواقب الشخصيه السلبيه بعد كده بقى. ممكن اخاف لا يمشوني، يقللوا مرتبي، يجيبوا عليا مدير اقل مني. طب ما ده يخوفني من عمليه الميرج والاكوزيشن دي. اي ايه بقى؟ بينج فايرد، فايرد يعني اطلع بره، تطرد، اور ريبليسد او حد تاني يحل محلك. مي اولسو كوز ذا مانجر، ممكن يتسبب ان المدير يبقى ريزيست، يقاوم وايه، يبقى مقاوم لعمليه الفيفربل كومبينيشن او عمليه الدمج الجميله دي، فهو يبقى خايف على منصبه فيزعل بقى ويقاوم الموضوع. مش بس كده، بيرهابس باي انترنج انتو انذر كومبينيشن ذات ايه بقى، بريزيرف ا مانجر بوزيشن، او بيرهابس ربما ان هو يدخل في كومبينيشن تانية مع شركه تانية هتعمل له بريزيرف او تحافظ له على البوزيشن بتاعه، فهو يبقى مش عايز يخش كومبينيشن مع الجماعه دول، ويا ريت لو تدمجونا مع الشركه التانية احسن. فدي كلها تعتبر موتيفيشن او دوافع. تعال نشوف في ايه تاني بنفيتس او مزايا ممكن تعود علينا من قصه الميرج والاكوزيشن دي. بيقولك there are also benefits، مزايا to the entity as a whole، للشركة ككل. هنا بقى مش هتكلم عن اشخاص بعينهم، مش هتكلم عن المدير نفسه ولا الشير هولدر نفسه، هيتكلم عن ايه، the entity as a whole. تعال نشوف ايه البنفيتس اللي تعود على الشركة. diversification، ايه الدايفرسيكيشن ده يا شباب؟ طبعا انتوا اساتذه في موضوع البورتفوليو مانجمنت وفاهمين يعني ايه دايفرسيكيشن، وهو التنوع ما بين الانشطه المختلفه. فانا النهارده لما اعمل اندماج مع شركه بتشتغل في صناعه وانا اكون بشتغل في صناعه ثانيه، فاحنا الاثنين كده يبقى عندنا تنوع في مصادر الدخل. الصناعه دي حصل فيها ركود، فالصناعه الثانيه بتبقى احسن شويه فتجيب فلوس كويسه، فده هيؤدي لايه؟ ستابلايز ايرننج. ستابلايز يعني يحصل ثبات في الارباح او في الايرادات بتاعتنا، وبالتالي ريديوس ذا ريسك تو امبلوي اند كريديتور، هيخفض الريسك للموظفين، هيلاقوا يقبضوا يلاقوا مرتباتهم، وكذلك الكريديتور الدائنون هيعرف نسد التزاماتهم. فالتنوع دايما شيء جميل جدا. عشان كده لو تفتكر معايا في البورتفوليو مانجمنت او اداره المحافظ الماليه كنا بنقول الدايفرسيكيشن بيخفض الريسك شويه. طيب دي من البنفيتس، ايه ثانيه؟ بيقول لك اكومبينيشن، الدمج اللي هيتم او المزج ده اللي هيتم سواء بقى ميرج او اكوزيشن، قال لك مي بروفايد نوت اونلي سبيسيفيك نيو انفستمنت اوبورتونيتي، مش بس هيدي لك فرص استثمار جديده، لا بات اولسو استراتيجيك بوزيشن، هيدي لك موقف استراتيجي قوي في السوق، انتوا بقيتوا كيان كبير. ذات ويل الاو، ده هيسمح للايه، للشركه، الاو ذا كومبايند انتيتي، للشركات اللي اندمجت مع بعضها دي، تو ايه بقى، اكسبلويت كونديشن. اكسبلويت كونديشن يعني تستغل الظروف ذات مي ريزنز اوف فيوتشر، اللي هتظهر في المستقبل دي. فانا النهارده كنت كان صغير، اندمجت مع شركه كبيره، فهتتيح لي فرص استثمار كبيره قوي، هقدر استغل الظروف دي. فور اكزامبل، مثلا ذا اكوزيشن اوف ا فيرم، ان انا استحوذ على شركه ان ديفرنت اندستري، في صناعه مختلفه عن الصناعه بتاعتي. طب ده هيؤدي لايه؟ مي ليد تو ايه بقى؟ ديفلوبمنت اوف براود برودكت، هطور منتجات جديده وبرودكت لاين جديده. اف سيركمستانس ار فيفربل، لو الظروف فيفربل ومرضيه، فهيخليني اتوسع اكتر واخش في مجالات جديده اكتر. فهمت القصه؟ فدي مزايا حلوه برضو لعمليه الميرج والاكوزيشن. ايه تاني؟ من البنفيتس برضو جريتر ماركت باور، هتاخد قوه قويه في السوق لان انتوا بقيتوا كيان كبير. بيكوز اوف ايه بقى؟ ريديوس ذا كومبيتيشن، المنافسه هتنخفض لان انا استحوذت على منافس ولا حاجه. ولكن بقى ايه؟ هاويفر انتي تراست ريستراكشن، انتي تراست يا شباب اللي هي مقاومه الاحتكار، ان احنا عايزين نقاوم الاحتكار، فمقاومه الاحتكار هي اسمها الانتي تراست. والاحتكار او المونوبولي زي ما حضراتكم عارفين طبعا هو احتكار، وهو ان شركه تحتكر صنف معين ده بينزل من خلالها بس.
فالحكومات بتعمل ايه؟ بتبدا تفرض انتي تراست ريستريكشنز، ريستريكشنز يعني قيود او شروط معينه لمكافحه الاحتكار. ذا جلوباليزيشن اوف ماركت، ان الاسواق تبقى عالميه، اند ذا ايمرجنس، ظهور نيو فورم، اشكال جديده من الكومبيتيشن، كل ده ورك اجينست، هيشتغل معانا ضد الكونسنتريشن اوف ماركت باور. وهو الكونسنتريشن اوف ماركت باور ان القوه في السوق بتاعتنا تكون مركزه، فكل ده هيشتغل اجينست، ضد ان القوه بتاعتنا تكون مركزه. ايه يا عم اللي هيخلي القوه بتاعتنا مش مركزه؟ قال لك ايه؟ ها، الانتي تراست ريستريكشن، مكافحه الاحتكار، جلوباليزيشن اوف ماركت، ان الاسواق تبقى عالميه، ممكن يجي لحد من بره البلد ينافسني، ايمرج، ظهور نيو فورم اوف كومبيتيشن، كل ده هيبوظ لي عمليه الكونستراكشن اوف ماركت باور او كونسنتريشن اوف ماركت باور، وهو ان قوتي في السوق تبقى مركزه. ايه تاني؟ افرم مي بي ا تارجت. ايه ده تارجت؟ ده مش انا قلت لك تارجت يعني الشركه اللي هتتباع؟ حلو. فانا لما بقول لك ان الشركه تبقى تارجت يعني تبقى ايه؟ معرضه للبيع. امتى الشركه تبقى معرضه للبيع؟ اف اتس بريك اب فاليو، وبريك اب فاليو يعني قيمتها مفككه، واخد بالك؟ اكسيدز، تتخطى ذا كوست اوف اتس اكوزيشن. يعني انت النهارده انا اروح اعمل اكوزيشن على الشركه دي بتكلفه، وبعدين اروح ابيعها بعد كده بقى مفككه، ابيع كل مكنه لوحدها، كل مصنع لوحده، ومش عارف ايه، فتجيب لي قيمه اعلى. فامتى الشركه تبقى تارجت؟ لو قيمتها مفككه اعلى من قيمه الاستحواذ عليها. ذس وبالتالي ذا اكوايرر، اكوايرر هنا اللي هو المستحوذ اللي هيشتري الشركه دي، مي ايرن بروفيت، هيكسب ربح. ازاي؟ باي سيلينج ذا اسيت بيس ميل. بيس ميل هنا يعني مجزأة، حتت حتت حتت، يروح يستحوذ على الشركه، يدفع مبلغ، وبعدين يروح يبيعها مفككه او مجزأة ويكسب منها اكتر. عارف زي ايه؟ زي اللي بيروح يشتري العربيات الخرده، وبعد ما يشتريها خرده بسعر قليل يروح يبيعها مفككه ويكسب منها. طيب ايه تاني من البنفيتس؟ سينرجي. السينرجي ده يا اخوانا التعاون بقى. ايه موضوع التعاون ده؟ في البدايه هو بيقول لك ايه؟ سينرجي اكزيست، التعاون ده بيكون موجود اف ذا فاليو اوف ذا كومبايند فيرم، لو قيمه الشركات بعد ما اندمجت اكسيدز، بتتخطى ذا سام اوف، مجموع ذا فاليو اوف ا سيبريت فيرم، مجموعهم وهم ايه؟ منفصلين. فالنهارده لو كل شركه منفصله لوحدها وكل واحده فيهم ليهم فاليو، لما تجمع الاثنين فاليو مع بعض وبعدين الشركة تبقى انت تندمج، تقوم تعمل فاليو جديدة اعلى من اكسيدز، اهي تتخطى ذا سام اوف، مجموع الفاليوز بتاعت الشركتين لما كانوا منفصلين. يبقى اذا كده التعاون اللي هيتم ما بينهم بيؤتي ثماره بقى، بتحس ان الشركتين لما اندمجوا عملوا فاليو اعلى من قيمتهم الاثنين لما كانوا منفصلين. فبيقول لك بقى شويه السينرجي ده ليه اشكال. عندك اوبريشنال سينرجي، ده تعاون في الجزئيه الخاصه بالبزنس او بالاوبريشن، الشغل والتشغيل وكده. وفي فاينانشال سينرجي، وفي نوع تاني خاص بقى بالفاينانس بقى، ان ده يحصل تعاون في تمويل هيتم من شركه الى شركه وهكذا. تعال نتفرج عليه. اول حاجه بيقول لك ايه؟ اوبريشنال سينرجي ده تعاون بقى في البيزنس او في عمليات التشغيل اللي بتتم كل يوم. قال لك ده اريز هانشا بيكوز اوف ذا كومبايند فيرم، لان الشركات اللي اندمجت دي مي بي ايبل تو اوبريت مور افيشنتلي اند ريديوس كوست، لان هما بعد ما يندمجوا هي اوبريت بشكل مور افيشنتلي، بكفاءه اكتر وبتكلفه اقل. زي ايه مثلا؟ ذا نيو فيرم، الشركه الجديده اللي نشات، مي اولسو جين ا نيو برودكت لاين، تاخد منتجات جديده او تدخل في اسواق جديده، اند سترونجر ديستريبيوشن سيستم، ونظام التوزيع بتاعها يبقى توزيع قوي بقى، خلاص هوزع منتجاتي في اسواق مختلفه. مش بس كده، كمان بوتيشنالي انكريزنج ريفينيو، وهيكون زياده الايرادات شيء محتمل جدا. فده كده تعاون تم من خلال الاوبريشن. فبيقول لك اهو فولوينج ا ميرجر، اللي هيجي بعد كده بعد عمليه الاندماج ايه اللي هيحصل بعد كده؟ فولوينج اللي جاي، قال لك اف ذا افريج كوست اوف برودكشن فول، لو تكلفه او متوسط تكلفه الانتاج او التكلفه الصناعيه عندي حصل لها فولز او انخفاض، از ريزلت اوف برودكشن ليفل انكريز، نتيجه ان حجم الانتاج زاد جدا، فذن زير ار، حاجه اسمها ايه يا اخوانا؟ ايكونوميز اوف سكيل. فاكرين الايكونوميز اوف سكيل؟ تعال افكرك بيها كده. كنا درسناها قبل كده القصه دي في بارت 1، وقلت لك انا موضوع الايكونوميز اوف سكيل اللي احنا بنسميه وفرات الحجم او اقتصاديات الحجم، ده معناه ايه؟ ان لما الانتاج يكون ضخم جدا تبقى الكوست بير يونت قليله. ليه؟ لان ممكن يكون مثلا احد الاسباب ان جزء كبير جدا من التكلفه عندك فيكسد كوست،
فلما انتج يونتس كتيره قوم الفيكسد كوست بير يونت تبقى ايه؟ قليله، لان انا معايا رقم ثابت بقسمه على عدد وحدات كتير. لو ده حصل فانت عندك حاجه اسمها ايه؟ ايكونوميز اوف سكيل، بمعنى ان الحجم لما بيزيد بيعمل لك ايكونوميز او بيعمل لك توفير في الايه؟ في التكلفه. وهو ده اللي هو عايز يقوله، ان بعد عمليه الميرج لو الافرج كوست اوف برودكشن متوسط تكلفه اليونت حصل لها فولز او انخفاض از ريزلت بسبب ان البرودكشن ليفل زاد جدا او حجم الانتاج زاد، فاحنا كده حققنا الايه؟ الايكونوميز اوف سكيل. حلو، ده الاوبريشنال سينرجي او التعاون في التشغيل او في المانيفاكتشرنج. تعال نشوف في الفاينانشال سينرجي بقى ايه اللي هيحصل كتعاون في الفاينانس. هنا طبعا الكوست اوف كابيتال هتنخفض، لان احنا هنبقى كيان كبير والناس ممكن يقرضونا او يسلفونا فلوس بعائد اقل وهكذا. تعال نشوف. قال لك فاينانشال سينرجي، التعاون المالي ده في الفاينانس مي ريديوس ذا كوست اوف كابيتال. وطبعا انتوا اساتذه وعارفين ايه هو الكوست اوف كابيتال، وهو ان اي كابيتال هحصل عليه سواء كان ايكوتي او ديت هو ليه كوست، صح كده؟ يعني مثلا الكوست اوف ايكوتي هي الديفيدنس اللي بندفعها او توزيعات الارباح، الكوست اوف ديت هي الانترست اللي انا بدفعها على القرض. فالكوست دي ايه اللي هيحصل لها بقى؟ ريديوس، هتنخفض، لان الناس هتبقى عايزه تشاركني او تديني قرض بعائد قليل، لان احنا شركه كبيره. فبيقول لك ده هيريديوس الكوست اوف كابيتال فور بوث، لكل من الايه؟ الشركتين. بيكوز ليه بقى؟ ذا كوست اوف ايشوينج بوث ديت اند ايكوتي، ان الكوست ان انت تصدر ديت او تصدر ايكوتي سيكيورتيز اللي هي الاوراق الماليه بقى الخاصه بالايكوتي او الديت مالها بقى از لور فور لارجر فيرم، تبقى تكلفه الاصدار اقل للشركات الضخمه. Another benefit is a availability of additional internal capital. ومش بس كده، ده لما شركة تخش تندمج مع شركة هي هتدفع فلوس، يعني بقى معانا internal capital الى جانب اللي احنا نقدر ايه؟ نستحوذ عليه كمان من السيكيورتيز. كمان هنا بيقولك the synergy، التعاون ده of a business combination اللي هيتم من عملية الدمج، can be determined by، نقدر نحدده ازاي بقى؟ by using the risk adjusted discount rate to discount the incremental cash flow of the newly formed entity. بص، عشان تفهم الحتة دي محتاج الاول تنشط ذاكرتك معايا وتعرف يعني ايه discounted cash flow. discounted cash flow يعني دي فلوس جاية لي في المستقبل هتتم لما يحصل ما بيننا تعاون، فانا هعمل لها discounting النهاردة، بمعنى ان انا هحسب لها ايه؟ present value. حلو قوي. هي مش present value دي عشان تتحسب لازم في حاجة اسمها discount rate او الهردل ريت او البريزنت فاليو ريت او اي حاجه. شايف الريت ده؟ احنا بقى ايه؟ الريت ده بيزيد او يقل على حسب الريسك. فانا النهارده لما الشركتين دول يندمجوا مع بعض، الريسك بتاع كل واحده لوحدها لما الاثنين يندمجوا هيبقى ريسك اقل. علشان كده لما الريسك ده يبقى اقل بعد الاندماج كمان الديسكاونت ريت نفسه هيبقى اقل. علشان كده بيقول لك ان احنا هنيوز ا ريسك ادجستد ديسكاونت ريت. يعني اذا الديسكاونت ريت يعني الريت اللي هنعمل عليه الديسكاونتنج او هنحسب بيه البريزنت فاليو ده هيكون ادجستد. ليه يا اخوانا ادجستد؟ عشان احنا خلاص بقى ايه؟ اندمجنا مع بعض وبقى معامل الريسك بتاعنا قليل، فنقدر نحسب بقى ايه؟ الانكريمنتال كاش فلو، الكاش فلو الزياده اللي هتجيلنا من عمليه الميرج دي من نيو فورمد انتيتي نقدر نعملها ديسكاونتنج النهارده، ونحدد بقى نخش في قرار الميرج ده ولا ما نخشش. فهمتوا اللعبه؟ في رقم 6 بيقول لك اهو inefficient management، الإدارة الغير كفء بقى may be replaced، هيتم استبدالها in a merger or acquisition، في عملية الدمج أو الاستحواذ يخش يشتري شركة يقول الإدارة اللي هنا فاشلة بدلوا الإدارة دي by the management of the acquiring or merging firm، من إدارة الشركة اللي استحوذت أو إدارة الشركة اللي اشترت وتقوم مغيرة إدارة الشركة التانية or the competency او الكفاءه بتاعت الاكزيستنج مانجمنت مي بي امبروفد او يحسنوا كفاءتهم. يعني في ناس بيبقى ليها اساليب دايما في الاداره مختلفه، ففي حد نفسه مثلا يخش يقول لك لا فاير مشي على طول، وفي حد يقول لك لا ترين درب الناس ونميهم واستثمر فيهم، فكل واحد وفكره الايه؟ الاداري. كمان بيقول لك اهو another advantage، ميزه ثانيه از ايه بقى؟ اذا كومبايند فيرمز، الشركات اللي هتندمج مع بعض دي هتعمل ايه بقى؟ فيرمز اوبتيمال كابيتال ستراكشر مي الاو فور انكريزد يوز اوف ديت فاينانسنج. ايه ده؟ هو ايه الكابيتال ستراكشر؟ الكابيتال ستراكشر زي ما انت عارف كويس قوي اللي هو هيكل راس المال، والهيكل بتاع الكابيتال بتاع الشركه بيتكون من اكوتي وديت. حلو جدا. طيب الشركتين بعد ما استحوذوا
منظر الكابيتال ستراكشر بتاعهم ما بقاش ريسكي زي الاول، بقى مثلا نسبه الديت تو ايكوتي منخفضه، ونسبه الديت تو ايكوتي لما تكون منخفضه تكون الفاينانشال ليفرج بتاع الشركه محترمه والريسك بتاعها كويس جدا، فيسمح لها ان هي تقدم على قروض وتاخد قروض جديده. عشان كده بيقول لك اهو الاوبتيمال كابيتال ستراكشر او الكابيتال ستراكشر المثالي بقى اللي هيبقى جميل بعد عمليه الكومبايند او الدمج دي، ممكن يقلعوا الشركه ان هي تنكريز اليوز اوف ديت فاينانسنج، ان هي تاخد ايه فاينانسنج من الديت. وزي ما حضراتكم طبعا عارفين ان الديت فاينانسنج بيكون ليه مميزات عن الايكوتي فاينانسنج. زي ايه مثلا؟ ان الديت فاينانسنج مش بيفقدك الكنترول، وكمان اهم حاجه فيه ان الكوست اوف ديت فاينانسنج اللي هي الانترست الفوائد تاكسي ديدكتبل اكسبنس، فتخفض لك الضريبه فما تدفعش ضريبه كتير. عشان كده بقى بيقول لك اهو ان الديت فاينانسنج ده ويز اتندنت وما يصاحبه من تاكسي سيفنج من الضريبه اللي هتوفرها فروم ايه بقى جريتر انترست ديدكشن، لان الانترست دي تعتبر تاكسي ديدكتبل او مستقطعه ضريبيا كمصروف، فتخفض لك الوعاء الضريبي بتاعك، فده برضو يعتبر انذر ادفانتج، ميزه ثانيه من المميزات. احنا كده شفنا ايه شويه بنفيتس اهمت الموتيفيشن او الدوافع، شفنا حوالي ايه 7 اهمت بالاضافه لايه للخوف منهم او او ان انت تسعى ليهم، وكان موضوع ظريف يعني. تعال بينا بقى نشوف حاجه ظريفه جدا تاخد معانا شويه وقت حلوين بقى، موضوع الديفنسيف. ديفنس، ايه الديفنسز ده يا اخوانا؟ الدفاعات او الدفاع اللي انا هعمله اجنست ضد الايه التيك اوفر او الاستحواذ. ركز معايا، انا النهارده كمدير في شركه او كواحد في البورد اوف دايركتور او مجلس الاداره او انا شير هولدر، لازم اتعلم ازاي لما احس ان في حد جاي يستحوذ على شركتي ان انا دافع عن الشركه ضد الراجل ده. فهنشوف اشكال كبيره جدا حوالي مثلا ايه 10 ولا اكتر من 10 في موضوع او في طرق ان انا ازاي ادافع عن شركتي ضد الايه ان حد يستحوذ عليها. تعال نشوف ازاي نعمل ديفنس او دفاع. اول اسلوب من اساليب الدفاع اسمه جرين ميل، وكلمه جرين ميل ما تروحش تترجمها بعد اذنك، ما تروحش ايه تترجمها. جرين ميل هو ترمينولوجي او مصطلح كده او اكسبريشن معناه اعاده شراء الاسهم مره اخرى. فما اجي اقول لك جرين ميل تقول لي هو ايه؟ هو اتفاقيه اعاده شراء الاسهم. يعني ايه اعاده شراء؟ يعني هعمل اتفاقيه مع الراجل اللي هيجي يشتري مني الاسهم ده ان انا اخدها منه تاني، يبقى انا كده شركتي رجعت. تعال نشوف ببساطه يعني اتارجتد، وانا قلت لك بعد كده ان تارجتد ديت هي ايه؟ هي الشركه اللي انا رايح استحوذ عليها. حلو، فبيقول لك اتارجتد ريبرشيز، كلمه ريبرشيز يعني اعاده شراء. فاذا عمليه الجرين ميل هي اعاده شراء للاسهم، ده يعتبر ايه؟ ديفنسيف تكتيك، هو تكتيك دفاعي كده يوز تو بروتكت، بنستعمله عشان يحمينا ضد عمليه الايه التيك اوفر او الاستحواذ. افتر ابيدر، بعد الراجل البيدر اللي هو مقدم العطاء، بايز يشتري لارج نمبر اوف شيرز، الراجل ده اشترى حجم كبير جدا من الاسهم وبالتالي هو كده يعتبر هيستحوذ علينا. اون ذا اوبن ماركت، راح اشتراها من السوق من بره، ما راحش بقى عمل تندر اوفر ولا راح عمل بيدر ولا الكلام ده، راح اشترى ايه من الاوبن ماركت، لم الاسهم بتاعتنا من السوق. اند ذن ميك اور ثيرتن تو ميك، او بيهدد عمليه التندر اوفر. ففي الحاله ديت بقى الشركه تعمل ايه؟ تروح تعمل معاه اتفاقيه ان هو يعمل ان هي تاخد ايه اعاده شراء منه الاسهم تاني. فبيقول لك اف مانجمنت اند بورد، لو الاداره ومجلس الاداره ار اوبزيت، معاكسين او مضادين لعمليه التيك اوفر، سواء كان هوست التندر اوفر كان استحواذ عدائي، ففي الحاله ديت يعملوا ايه؟ ذا بوتيشنال اكوايرر، الراجل المستحوذ المحتمل اللي جاي يشترينا من بعيد لبعيد ده از اوفرد، هنعرض عليه عرض. تبقى بقى از اوفرد ذا اوبورتيونيتي، هنعرض عليه فرصه ان هو سيل هيز اور هير اوريدي اكوايرد شير، يرجع يبيع لنا الاسهم دي تاني باك تو ذا كوربريشن للشركه ات ان اماونت سبستانتلي ايه اوفر ماركت فاليو، يبيعها لنا تاني بقيمه اعلى من الماركت فاليو. يعني من الاخر كده هات الاسهم تاني وهنشتريها منك بسعر اعلى من السوق، فتطلع من الموضوع كسبان. يعني من الاخر كده ايه بينج اجرين ميل، كان احنا هندفع له ايه جرين ميل. يعني من الاخر كده احنا حسينا ان في واحد عمال يمشي في السوق يلم في الاسهم بتاعتنا من الاوبن ماركت، نروح نجيب الراجل ده اللي شكله بقى شكله داخل على بوتيشنيا الاكوايرنج كده هيبقى مستحوذ علينا، ونتفق معاه هات يا عم الاسهم دي اعمل لها سيل باك او بيعها لنا تاني، وهندي لك سعر اعلى من سعر السوق عشان خاطر نلم منك الاسهم دي تاني وما تقدرش تستحوذ علينا.
ان كونجكشن ويز جرين ميل، بالايه بقى، بالتزامن مع اتفاقيه الجرين ميل اللي هنعملها معاه دي، مانجمنت يريتش ايه بقى، ستاند ستيل اجريمنت، ممكن الاداره توصل معاه لستاند ستيل اجريمنت. والستاند ستيل اجريمنت هي اتفاقيه توقف تام، ستاند ستيل يعني توقف تام، ان ويتش اللي هيحصل فيها بقى ان الراجل البيدر ده اجري نوت تو اكواير اديشنال شير، يتوقف عن ان هو يستحوذ على اسهم ثانيه. بس فانا هعمل معاك جرين ميل ان انا اخد منك الاسهم اللي معاك كلها واديك فيها سعر اعلى من السوق عشان ما تستحوذش عليا، ومش بس كده هنعمل مع بعض اتفاقيه ان حضرتك ستاند ستيل، تبطل تشتري اسهمنا تاني او تتوقف توقف تاني. فده كده شكل من اشكال الايه، الديفنس اجينست تيك اوفر. تعال نشوف شكل تاني بيسموه ايه بقى، ستيجرد الكشن اوف دايركتور. يعني ايه كلمه ستيجرد الكشن اوف دايركتور يا شباب؟ يعني ستيج يعني مرحله، صح؟ ستيجد يعني متعاقب، متمرحل، يعني مراحل كده جايه ورا بعض، فنقدر نقول عليها حاجه منظمه بالتعاقب. يعني ايه منظمه بالتعاقب من الالكشن اوف دايركتور؟ يعني انتخاب مجلس الاداره متنظم كده بالتوالي، يعني لازم تقعد كام سنه على ما يجي عليك الدور ان انت تبقى عضو مجلس اداره وهكذا. فدي عمليه ايه، اتفاقيه بتتكتب في الشركه ان ايه بقى، ان لازم تتم عمليه ستيجرد او حاجه منظمه كده بالتعاقب، ينصوا عليها ان مش اي دايركتور يتعين مباشره، لازم يقعد في الشركه مده. تعال نشوف، بيقول لك ستيجر تيرم، المصطلح بقى او الاتفاقيات ديت بتاعتها او البنود بتاعتها، فور دايركتورز، الاعضاء مجلس الاداره، ريكواير نيو شير هولدر تو ويت، هتطلب اي مساهم جديد يدخل الشركه ان هو ويت سيفرال ييرز، ينتظر اعوام معينه بيفور بينج ايبل تو بليس زير اون بيبل، قبل ما يبدا يحط الناس بتوعه في البورد. انت مساهم جديد داخل معانا الشركه، عايز تسيطر على الاداره من بعيد لبعيد، تقوم تروح تجيب الرجاله بتوعك تحطهم في مجلس الاداره؟ لا، استجرد بقى بالتعاقب، لازم تصبر كام سنه عشان تقدر تحط زير اون بيبل، تحط الناس بتوعك في مجلس الاداره. انذر انتي تيك اوفر امندمنت، وممكن نعمل امندمنت او تعديل تاني فيها عشان يبقى انتي تيك اوفر، مضاد للاستحواذ. فبيقول لك ايه بقى، تو ذا كوربريت شارتر، عارفين الكوربريت شارتر اللي هي اللوائح بتاعت الشركه، مي ريكواير ايه بقى، السوبر ماجوريتي، خلي بالك ده مش ماجوريتي، لا ده السوبر ماجوريتي، يعني 80% مثلا، دي اسمها سوبر ماجوريتي. الماجوريتي انتوا عارفينها 50%، لا ده احنا سوبر ماجوريتي بقى، يعني هنحط شرطه وهنحط بند في الكوربريت شارتر بيقول ان لازم علشان نعمل ابروفال اوف كومباينيشن، يعني نوافق على عمليه الدمج او الاستحواذ دي، لازم موافقه سوبر ماجوريتي 80%، 70% ما تنفعش، 50% ما تنفعش. فده شرط برضو دايما بيبقى انتي تيك اوفر. تعال نشوف ايه تاني، جولدن باراشوتس، عارفين الباراشوت اللي بينزلوا لك انت مبرشوت علينا نازل بالباراشوت ده، فده جولدن باراشوت. ايه بقى الجولدن باراشوت ده؟ تعال نشوف، سو كولد ما يسمى بالجولدن باراشوتس ار بروفيجنز، دي احكام او شروط باست باي ذا بورد اوف دايركتور، هيمررها مجلس الاداره ويحط البروفيجنز بتاعته دي في الايه، في القانون بتاع الشركه او في لوائح الشركه. requiring ايه بقى، large payment، ان هم ياخدوا فلوس كتيره جدا to specific executive، لبعض الرؤساء التنفيذيين اللي هم ناس الاكزيكتيف اللي في الشركه، if the executive are fired، لو هنمشيهم. فهو هعمل زي يعني الراجل الاكزيكتيف اللي هو الرئيس التنفيذي بتاع الشركه ده، لو الشركه قررت تمشيه يبرشط على الموضوع ويعمل نفسه جولدن باراشوت ويحط نفسه شرط لازم ياخد ايه، large payment، مبلغ كبير. فهم يحطوا البروفيجن او الشرط ده، البورد اوف دايركتور هو اللي هيباست، هيمرر الشرط ده كده ويحطه علشان يقول لك اي حد من الاكزيكتيف فاير ياخد مبلغ كبير، والشير هولدر يبقوا متضايقين ان هم مش قادرين يمشوا الراجل ده. فبيقول لك ايه، شير هولدرز هاف اوفن بين انهابي، بيبقوا مش مبسوطين ويز جولدن باراشوت ده، ليه؟ لان البي اوف هنا هياخد مبلغ كبير قوي، اند هاف فيلد سوت، فيلد سوت يعني يرفع قضيه تو ستوب ساتش بايمنت عشان يوقف الفلوس اللي بتدفع للراجل الاكزيكتيف ده لو هيمشي. فممكن الشير هولدر ما يبقوش مبسوطين ويروحوا يدفعوا ايه، يرفعوا قضيه. طيب حاجه ثانيه اسمها ايه، فير برايس بروفيجنز. فير برايس بروفيجن دي احكام بتتحط عشان تضمن ان عمليه الدمج او الاستحواذ تتم بسعر عادل. فانا لما احط فير برايس بروفيجن في الحاله ديت، عمليه الدمج او الاستحواذ ممكن تتراجع لما يلاقي نفسه هيشتري بسعر عالي. تعال نشوف وارنتس، عارفين الوارنت والاوبشن يا شباب؟ طبعا انتوا فاهمين كويس قوي الوارنتس والاوبشن دي بعض اشكال الديريفيتيف اللي بتتباع مع الاستوك. يعني انا ممكن ابيع الاستوك السهم
للشير هولدر وبيع له معاه وارنت او بيع له معاه اوبشنز، صح كده؟ من ضمن الدريفيتيف اللي ممكن ابيعها مع الستوك دي هي الوارنتس، والوارنتس ده ضمان بيضمن للشير هولدر انه لما يجي يبيع السهم بتاعه يبيعه بسعر اعلى من السوق. اهو تعالى شوف، وارنتس are issued to shareholders that permit ان هو بيسمح له ان هو ايه بقى purchase of stock، انا اسف انا قلت يبيع السهم بتاعه، لا ان هو معاه وارنت ان هو ليه الاولويه او ليه الاحقيه او ليه الضمان ان يشتري اسهم جديده بس بسعر ايه منخفض. تعال نشوف، قال لك الوارنت ده بيدي للشير هولدر المساهم ده الحق او البريمت ان هو ايه بقى بريمت شير برشيز يسمح له ان هو يشتري ستوك اسهم جديده ان سمول برسنتج، غالبا بتبقى بسعر النص اوف ايه اوف ماركت برايس ان ذا ايفنت اوف تيك اوفر اتمب. اتمب هنا يعني محاوله، يعني لو حسوا ان في محاوله تيك اوفر فجاه المستثمرين اللي موجودين في الشركه يروحوا يشتروا اسهم جديده من الماركت ايه بسعر اقل من الماركت ايه برايس. حلو، ليه بقى؟ عشان يبقى عندهم الدافع ان هم يلموا اسهم جديده بسرعه فيقاوموا عمليه الاستحواذ المحاوله دي. The plan is intended، الهدف منها او القصد من الخطه دي to protect shareholder ان هو يحمي shareholder interest او يحمي منافعهم او استفادتهم if the corporation is ايه بقى confronted بيواجهها by a coercive يعني قهري or unfair او غير عادل take over attempt، لو بيواجههم محاوله استحواذ قهريه او غير عادله فهم بيواجههم الكلام ده يتصرفوا ازاي؟ يبقى من حقهم يروحوا يلموا اسهم الشركه من السوق بسعر اقل من النص وهم معاهم الوارنت او الضمانه دي. خلي بالك الوارنت دي بتبقى بسعر زياده، هو الوارنت نفسه بيتباع على فكره، يعني ممكن ابيع الوارنت او ابيع الاوبشن وما ابيعش السهم. فبيقول لك ذا اوبجيكتيف از نوت تو ديتر تيك اوفر، الهدف هنا مش بيكون ان انا اعمل ردع، ديتر هنا يعني تعمل ردع او تخوف المستحوذين، بات تو انشور ذات، ولكن عشان نبقى ضامنين ان الشير هولدرز ار تريتد ايكوالي، ان كل المساهمين هيتعاملوا بشكل متساوي. In the event of friendly tender offer، طب لو عملية الاستحواذ دي مش هتبقى هوستل او مش هتبقى كوريسيف، مش هتبقى قهرية مثلا، وان هي هتبقى فريندلي، طب في الحالة دي عايزين بقى نلغي الوارنتس دي، ما تقدرش تلغيها، من حقك تشتريها من الشير هولدر بسعر. فبيقول لك the outstanding stock rights، الحقوق دي او الوارنتس او الضمانات دي may be repurchased، ممكن الشركة by the corporation اهو تعيد شرائها مرة اخرى من المساهم، تقول له بقى ما تقاومش بقى، هات بقى الوارنت اللي معاك ده الراجل اللي جاي يستحوذ علينا ده راجل فريندلي فور ا فيو سنت بير شير، بسعر معين بير شير زاس، وبالتالي بيفنج ذا واي، بيفنج ذا واي يعني يمهد الطريق لعمليه الاستحواذ دي، ده الكلام ده لو هو فريندلي والشركه عايزه تنفذه. طيب تعالى نشوف اسلوب تاني من اساليب الديفنس او الدفاع، بيقول لك فوتنج رايت بلان. الفوتنج رايت زي ما حضراتكم عارفين طبعا اللي هو حق التصويت في الشركه، فاحنا هنعمل خطه كده بلان تخلي عملية الفوتنج رايت او التصويت على اي دمج او استحواذ اجبارية. تعال نشوف فوتنج رايت بلان، خطة التصويت ديت كونتين بروفيجن، هتحتوي على احكام او شروط ذات ايه بقى بريفنت شير هولدرز، تمنع المساهمين هو هولد ا سيرتن اونر شيب، اللي بيمتلكوا اكتر من اونر شيب برسنتج معينه فروم فوتنج اون تيك اوفر ايشيو، في ان هم يصوتوا على عمليه الاستحواذ. فيبدا يقول لك في الاتفاقيه دي مثلا اي مساهم بيمتلك اكتر من 30% ملوش حق التصويت، ليه؟ علشان كده هيبقى بيجبرنا اكتر على رايه، فلا دي اتفاقيه ان اي حد ليه فوتنج رايت hold a certain ownership percentage يمتنع عن التصويت او مش من حقه ان هو يصوت على عملية التيك اوفر. تعال نشوف كمان اسلوب دفاعي تاني بيسموه leverage recapitalization. طبعا leverage زي ما حضرتك عارف ان انا ارفع leverage او ارفع الرفع المالية بتاعتي، معناها من الاخر كده ان انا اخد قروض كتير ديون، فما اقول لك leverage يعني اروح استدين او اخد قروض او issue debt يعني. طب القرض اللي انا هاخده ده اعمل بيه؟ قال لك هنعمل بيه الريكابيتاليزيشن، اعاده كابتله للشركه تاني، يعني ان الشركه تاخد قرض وتشتري نفسها. شفت الموضوع ظريف ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لك ليفرج ريكابيتاليزيشن يعني اعاده الراسماله بالقروض اور ريستراكشرنج او اعاده الهيكله اوكرز بتحدث وين كمباني اوبتين سبستنشال اماونت اوف نيو ديت، ان الشركه تروح تاخد سبستنشال اماونت اوف ديت، سبستنشال اماونت يعني قيمه جوهريه او ضخمه جدا من الديون، وبعدين يوز ذا فاند بقى اللي خدتها تو بي كاش ديفيدنس. يا خبر كاش ديفيدنس ايه اللي بتقوله ده؟ عايز تاخد قروض تدفع بيها كاش ديفيدنس؟ معلش يا جماعه، هو انا مش لما اخد قرض انا كده بزود الديون؟ حلو قوي،
لو انا خدت فلوس القرض دي دفعت بيها ديفيدنس، يبقى توزيعات ارباح، يبقى رصيد الريتيند ايرننج اللي هيحصل لما بندفع ديفيدنس ينخفض. انت عارف كده انت بتعمل ايه؟ انت بتؤذي الشركه، بتخلي الشركه معيوبه، بتخلي الشركه الديون فيها اكتر بكتير من الايكوتي. ليه؟ لان الرقم اللي كان سند الايكوتي ومكبرها كده ومخليها حلوه هو رقم الريتيند ايرننج. رحت حضرتك واخد القرض وموزع بيه ارباح، خفضت الريتيند ايرننج، فانت كده كلت الايكوتي، فاللي هيجي يشتري الشركه هيلبس. تعال نشوف بقى these result in ايه بقى؟ significant decrease in equity relative to نسبة الى الديون. انا خدت قرض فالديون رفعت، دفعت بيه توزيعات ارباح فخفضت الريتيند ايرننج فالايكوتي نزلت. even to point where بقى ممكن اوصل لحد البوينت او النقطه اللي النت اسيت تقلب فيها نيجاتيف. انتوا عارفين النت اسيت؟ النت اسيت اللي هو ان انت تاخد الاسيت تسد منها اللايبيليتي فيتبقى الايكوتي، ان هي تقلب نيجاتيف. نيجاتيف ازاي؟ انا دماغي حتى مش مستوعبه ان النت اسيت تقلب نيجاتيف دي، بس ممكن اوصل للنقطه دي. such a debt load والحمل او العبء بقى اللود بتاع الدين ده والديسكروج هيحبط البوتيشنال اكوايرر اللي هو المستحوذ اللي جاي من بره ده، فيقول لك ايه ده يا عم اروح استحوذ على شركه كلها قروض؟ لا خليها لهم مش عايزها. فده اسمه الليفرج ايه؟ ريكابيتاليزيشن او ريستراكشر. فانت عملت ريستراكشرنج او اعاده هيكله لراس المال بتاع الشركه، زودت الديون وقللت الايكوتي، فالراجل جه يشتريها لقاها ضربه كده ديون راح مشي على طول، فانت كده دفعت عن الشركه. النوع الثاني بقى اللي كنت بقول لك عليه اللي هو الليفرج باي اوت اند جوينج برايفت، ده اللي انا كنت اقصده بقى، ان هو ان انا اخد قرض واروح انا اشتري اسهم الشركه وتبقى الشركه برايفت. الاداره بتاعت الشركه تجتمع مع بعض ومجلس الاداره يجتمع ويقولوا يا جماعه شركتنا بتتباع مننا وشقه عمرنا هيضيع والشركه اللي تعبنا فيها وبنيناها والكلام ده، احنا نروح ناخد قرض من البنك ونروح احنا نشتري الاسهم ديت والشركه بتاعتنا تبقى برايفت، خلاص دي ليستد. دي ليستد يعني تتشطب من البورصه، وكده يبقى حافظنا على شركتنا. تعال نشوف الليفرج باي اوت از ايه بقى؟ financing technique، هو تكنيك معين من الفاينانس باي ويتش اللي هيحصل فيه a company is purchasing، a company is purchased، الشركه هتشترى او في حد هيشتريها using very little equity. الله، امال هيتم شرائها ازاي لما مش هيشتريها باكوتي؟ قال لك ما هو هيعمل ليفرج، هيروح ياخد قرض. The cash offer price، السعر الكاش اوفر اللي هيعرضوه على الملاك عشان يشتروا منهم is financed with a large amount of debt، بمبلغ كتير جدا من القرض. A leverage payout that is often used، امتى بيتم استخدامه؟ when a company is sold to a management، يعني الشركة هتتباع للمديرين اللي فيها or some other group of employees، او مجموعة من الموظفين. فساعات الموظفين بيلوموا ملاك الشركة بيبيعوها فيقولوا يا جماعة الشركة تاخد قرض وتشتري نفسها منهم. But it also used in hostile takeover، ولكن برضو ممكن يتم استعماله في حالة الاستحواذ العدائي، يعني الإدارة بتاعت الشركة لقيت إن في حد عمال يلم يروح يشتري الأسهم بتاعت الشركة عشان يستحوذ عليها، تقوم الشركة عاملة إيه؟ واخدة قرض كبير، عاملة تندر أوفر أو كاش أوفر وشارية الشركة. The company's asset، الأصول بتاعت الشركة هي هتبقى الضمانة بتاعت القرض، هي serve as a collateral ضمان for the loan to finance the purchase، فهم بياخدوا القروض دي بضمان أصول الشركة. ايه كمان؟ in addition to greater financing leverage، خلي بالك الفاينانشال ليفرج بتاعتهم هترفع جدا لان نسبه الديت الى الايكوتي هترفع بشكل كبير، وهيرفع علينا الفيكسد تشارج بتاعت الايه؟ بتاعت الانترست، وانت راجل مذاكر فاينانشال ليفرج كويس. فبيقول لك اذا فيرم في الحاله دي may benefit from leverage pay out، الشركه هتستفاد من موضوع الليفرج pay out ده because of ايه بقى؟ saving in administrative cost from no longer being publicly traded. ايه ده؟ قال لك ما هو احنا لما هنعمل موضوع الليفرج باي اوت ده ونشتري الشركه خلاص مش هنبقى بابليكلي تريدد. يعني ايه بابليكلي تريدد؟ يعني الاسهم بتاعتنا بتتباع في البورصه للعامه، فاحنا خلاص بقينا ايه؟ نو لونجر بينج بابليكلي تريدد. طب ده هيوفر عليك ايه؟ لا ده هيوفر عليك ادمنستريتيف كوست كتيره جدا. فاكرين في المحاضره اللي شرحناها الخاصه بالاي بي او والانيشال بابليك اوفرنج وموضوع ال السكندري اوفرنج والكلام ده كله، كان في كوست ساعتها في عمليه اصدار الاسهم وشرائها وهكذا. طب احنا ناس بقينا برايفت خلاص، ما احنا بقينا ايه؟ جوينج برايفت، فما بقينا ايه؟ بقينا نو لونجر بابليكلي، ما بقيناش بابليك، فبالتالي هنوفر الفلوس دي. ايه كمان؟ فرزر مور بالاضافه لكده، اف ذا مانجر بيكام ذا اونر، لو المديرين بقى هم المدير الملاك بتاع الشركه، زي هاف جريتر انسنتيف، هيكون عندهم دافع قوي جدا اند جريتر اوبريشنال فلكسبيليتي، وشغلهم في الاوبريشن هيبقى فيه مرونه اكتر وكده، خلاص بقى بيشتغل في فلوسه في ماله، علشان كده بيبقى ليها مميزات كويسه. ولكن بقى
ذا هاي ديجري اوف ريسك. اه ما هو لما اخد قروض كتيره اللي داخله في عمليه الليفرج بي اهوتس دي هيكون فيها ديجري كبيره من الريسك. ريزلت فروم الناشئه من الفيكسد تشارج اوف انترست، لان القروض كده هتعمل علينا فوائد بشكل ثابت، ونزلونا على القروض اللي خدتها اند ذا ليك اوف كاش فور اكسبنشن. اه ومش هيبقى معانا فلوس علشان ايه؟ نتوسع. يبقى اذا في ريسك كبير هينتج من القصه بتاعت الايه الليفرج بي او دي. هينتج الريسك ده منين؟ هيكون في فوائد كتيره جدا على القروض ومش هيكون معانا كاش كتير، لان ايه فلوس هتيجي هنسد بيها القرض وفوائده. جوينج برايفت بقى، ان حضرتك تتحول الى شركه برايفت انتايلز بيشمل على ايه بقى؟ ذا بيرشيز اوف ذا بابليكلي اوند ستوك اوف ذا كوربوريشن. تروح تشتري كل الاسهم اللي مع البابليك اللي مع الناس اللي في الشارع، تشتري الاسهم منهم باي سمول جروب اوف برايفت انفستور، من شويه انفستور مستثمرين صغيرين اللي هم بقى للاداره بتاعت الشركه او الملاك الجداد اللي هيبقوا برايفت خلاص. يوجوالي غالبا انكلودنج سينيور مانجمنت، وبيبقى فيهم الاداره العليا بتاعت الشركه. accordingly بقى وطبقا للكلام ده the stock is ايه يا اخوانا؟ delisted. delisted يعني تنزل في البورصة. delisted يعني تتشطب منين؟ من البورصة. حلو. if it is traded on the exchange، يعني traded in the exchange يعني لو هو متداول في الاكسشنج او متداول في البورصة فخلاص بقى مش هيبقى متداول في البورصة وهيبقى delisted. because it will no longer be traded، لانه خلاص مش هيبقى traded. such a transaction، والمعاملة دي is usually structured as leverage payout، واللي بيحصل ده بيسموه ايه يا جماعة؟ بيسموه leverage payout. ماشي. فده برضو كان شكل من ضمن اشكال الايه الدفاع او المكافحة ضد الاستحواذ اللي هيتم مع الشركة. طيب تعال نشوف تاني شكل برضو من اشكال الديفنس او الدفاع، حاجة بيسموها poison pill. عارفين البويزن اللي هو السم؟ السم اللي بيحطوه في العسل ده، عارفه؟ فيقول لك ايه بايزن بيل، حبه السم، هحط لك كده حبايه سم في حاجه كده تتلف لك اللي انت بتعمله ده كله يا راجل يا مستحوذ. فانت جاي تستحوذ علينا، خلاص احنا بقى هنحط في اللوائح والقوانين بتاعت الشركه بعض النقط كده اللي تخليك تيجي تستحوذ علينا ما تعرفش، او تضطر تعمل حاجات انت مش هتقدر عليها. تعال نشوف. التارجت كوربريشن شارترز، وزي ما انتم عارفين ان الشارترز هي القوانين بتاعت الشركه والبايلوز اللي هي اللوائح بتاعت الشركه اور كونتراكتس او العقود اللي هتتعمل، مي انكلود ايه بقى؟ ا وايد فاريتي اوف بروفيجنز، ممكن تحط فيها شروط او احكام كتيره جدا في العقود واللوائح والقوانين بتاعت الشركه دي كلها. ذات ريديوس، تخفض الفاليو اوف ذا تارجت، وانا قلت لك قبل كده التارجت دي هي الشركه اللي هيتم شرائها، فانا ممكن احط في الشركه اللي هيتم شرائها دي في التارجت دي احط بعض الشروط في اللوائح والقوانين بتاعتها يخليك تيجي تستحوذ عليها تلاقي قيمتها انخفضت جدا تو بوتنشال تندر اوفر، لاي تندر اوفر محتمل. طب اديني امثله كده على الشروط اللي انت هتحطها دي. قال لك فور اكزامبل افاليبل كونتراكت، عقد ذو قيمه مهمه مع عميل معين او مع مورد معين، مي بي تيرمينيتد، يتفسخ باي اتس تيرم من البنود بتاعته upon a specific form of change of ownership of the target. ان التارجت دي او الشركه دي حصل فيها تشينج في الاونر شيب، اختلاف في الملكيه، ينص عليه في شرط معين من العقود ان العقد ده يبقى مفسوخ. خلاص كده. يعني مثلا الشركه تروح تاخد قرض كبير من البنك، ما هيعملوا عقد تسهيلات ائتمانيه، يتحط شرط في عقد التسهيلات الائتمانيه ده ان لو اتغير الملاك بتاع الشركه يعتبر العقد مفسوخ والشركه لازم ترد كل القروض اللي خدتها فورا لان العقد ترمينيتد، اتفسخ. فيجي كده حطيت لك السم في العسل كده، صح؟ تو تايب اوف بويزن بيل، النوعين من انواع البويزن بيل اللي هي حبايه السم دي، ايه هم النوعين دول؟ فليب اوفر رايت، والنوع التاني اسمه ايه؟ فليب ان رايت. تعال نشوف يعني ايه فليب. فليب يعني ينقلب، عارف لما تيجي تعمل فليب لحاجه تقلبها كده، انت بتعمل فليب، صح؟ بينقلب يعني. فالفليب ده او انك تقلب الحاجه كده ممكن تقلبها فليب اوفر او فليب ان. فليب اوفر يعني اوفر يعني هتنقلب على ايه؟ على الشركه الجديده. انت جاي تستحوذني، طب انا هخش فيك بقى شركه جديده بقى. الفليب ان انا افضل منقلب على نفس الشركه اللي انا جواها، يعني هقلب نفسي في الشركه القديمه زي ما انا. تعال نشوف ايه الفرق ما بينهم. فليب اوفر رايتس، الرايت ده او الحق ده اسمه الفليب اوفر، وهو الانقلاب ده على الشركه الجديده. بيقول لك ذا تشارتر، اللوائح وقوانين اوف ذا تارجت كوربوريشن، وقلت لك تارجت كوربوريشن دي الشركه اللي هتتباع، محطوط فيها لوائح وقوانين. مي بروفايد، ممكن تدي ايه بقى فور اتس شير هولدر، تدي المساهمين بتوعها ايه؟ تو اكواير، ان هو يستحوذ، ان اكستشينج فور ستوك في مقابل اسهمه في الشركه القديمه ان ذا تارجت، ان هو ياخد ايه بقى ريلاتيفلي جريتر انترست فين؟ ان ان اكوايرنج انتيتي، في الشركه المستحوذ عليها. فانا حاطط لك شرط كده في الشارترز بتاعت الشركه او في لوائح وقوانين الشركه،
ان لو شركه جت تستحوذ علينا، يوم الملاك القدام اللي في الشركه القديمه يروح يبدل، ها يعمل اكستشينج الستوك بتاعته، يبدل الستوك بتاعته في الشركه القديمه مع عدد اكبر relatively greater interest، في نسبه اكبر نسبيه في اسهم الشركه الجديده. twice of share يعني twice يعني الضعف، مرتين of stock of equivalent value من نفس القيمه. يعني انا حاطط لك حق شرط كده، ان انت لو جيت تستحوذ عليا وانا مساهم اهو في الشركه القديمه، تبدل لي السهم بتاعي بسهمين في الشركه الجديده بتاعتك اللي هتستحوذ علينا، فانا كده بنقلب عليك، صح؟ طيب فليب ان ده بقى هنقلب على الشركه القديمه اللي انا جواها نفس الشركه. فبيقول لك فليب ان رايتس ده حق بيعمل ايه بقى؟ acquisition of more than specific ownership interest، ان انا يكون ليا فجاه كده الحق ان انا استحوذ على ownership interest اكبر من مثلا 25% in the target corporation pyramids shareholder، هتدي للشيرهولدر او تسمح لهم ان هم يستحوذ على ايه؟ نسبه اكبر في حاله الاستحواذ. except for the acquirer، ما عدا المستحوذ. عشان المستحوذ ما يجيش يقول لك ايه، ما انا كمان مساهم في الشركه فاخد معاك نسبه كبيره من الاسهم بتاعت نفس الشركه. لا، except for the acquirer to purchase additional shares at a reduced price. ومش بس كده، ده هيستحوذ عليها بسعر ايه؟ مخفض. يعني انت جاي تشتريني، طب انا هشتري نفسي، مش هتعرف تشتريني، انا عندي الرايت ده، والرايت ده موجود فين؟ في الشارترز والباي لوز، في اللوائح والقوانين. فده كان حاطط لك حبايه سم صغيره كده، تيجي تستحوذ عليا ما تعرفش. ايه تاني من اشكال الديفنس او الدفاع؟ ايشينج ستوك، ان انا اصدر اسهم. فبيقول لك ذا تارجت كوربريشن يعني الشركه المعرضه للاستحواذ سيجنيفيكانتلي انكريز ذا اماونت اوف اوتستاندينج ستوك، فجاه كده تصدر اسهم كتيره، يوم الراجل جاي يستحوذ ده ما يلاقيش نفسه امتلك 50%. ايه تاني؟ ريفرس تندر، ريفرس يعني تعكس، اعكس التندر او اعكس المزايده او المناقصه اللي هتتعمل دي. فبدل ما انت عامل علينا المزايده او المناقصه، احنا هنعكسها عليك احنا، واحنا اللي نشتري شركتنا. فبيقول لك ذا تارجت كوربريشن اللي هي الشركه المستحوذ عليها او المعرضه للاستحواذ مي ريسبوند ويز تندر اوفر، تستجيب للتندر اوفر ده تو اكواير كنترول، ان هي اللي تستحوذ على الكنترول اوف ذا تندر اوفر، اللي هي تمتلك، هي اللي تقلب الكنترول بتاع التندر اوفر لنفسها. ايه تاني من اساليب الدفاع عن الشركه؟ امبلويز ستوك اونر شيب بلان، وهو ان انت تملك الاسهم للموظفين. امبلوي ستوك اونر شيب بلان، طب مش اي موظفين، لازم يكونوا ناس ثقه. فعشان كده بيقول لك ايه؟ ذا تراستيز اوف ان امبلويز ستوك اونر شيب بلان، هنروح نعمل ستوك اونر شيب بلان للناس التراستيز او ناس الثقه للموظفين. ار يوجوالي فيفربل، بتبقى عاده حاجه مفضله تو كارنت مانجمنت، للاداره الحاليه. ذس وبالتالي they are likely to vote the share allocated to ايه بقى؟ ESOB اللي هو اختصار الامبلوي ستوك اونرشيب. معنى كده ان الاداره نفسها هتصوت بالنيابه عن الموظفين دول اجنست الرايدر، ضد الراجل الرايدر او المعتدي ده. هو will probably destabilize، اللي الراجل ده بشكل محتمل هيعمل destabilize، وكلمه destabilize يعني هيزعزع الاستقرار بتاع التارجت كوربريشنز كارنت ستراكشر. فالراجل ده جاي يزعزع الاستقرار بتاع الاستراكشر بتاعنا وعايز ينضم لينا. فيا موظفين انتوا معاكم اسهم، انا هصوت بالنيابه عنكم في الاسهم دي، او انتوا تعالوا صوتوا ايه ضد الراجل المعتدي ده ان هو ما يستحوذش علينا. ايه كمان من اساليب الدفاع؟ بقى لنا فيهم ثلاثة، هم واحد اتنين ثلاثة، هم الثلاثة دول اخر ثلاثة حاجات من اساليب الديفنس بتاعتنا. حاجة اسمها ايه؟ وايت نايت ميرجر. من هو الوايت نايت؟ هو الفارس الابيض، عارفين الفارس اللي لابس ابيض في ابيض وراكب حصان ابيض ده؟ هو ده بقى الوايت نايت. ماله بقى الفارس الابيض ده؟ ده واحد صديق لينا هيجي يلحق يشتري شركتنا بسرعة من الراجل العدائي ده ويرجع يرجعها لنا تاني. فبيقول لك ده راجل فارس ابيض كده هيجي يتولى الموضوع ده. فبيقولك ده راجل هيجي يدمجنا معاه. فبيقولك تارجت مانجمنت يعني الاداره الخاصه بالشركه التارجت المعرضه للاستحواذ ارينج ان الترناتيف تندر اوفر، هتعمل تندر اوفر بديله مع ديفرنت اكوايرر، مع مستحوذ اخر ذات ويل بي مور فيفربل، هيكون راجل طيب كده وغلبان تو انكمبيت مانجمنت للاداره الحاليه، فهو فيفربل للاداره الحاليه اند شير هولدرز، بدل ما يروح يجيب واحد عدواني يبهدل لهم الدنيا. كراون جول ترانسفير، عارفين كراون اللي هو التاج، عارف التاج اللي الملكه بتلبسه في راسها ده، بيبقى فيه جول اللي هي مجوهرات التاج. ايه يا عم مجوهرات التاج دي وعايز تعملها ترانسفير ليه؟ بص، ساعات بيبقى فيه شركات عندها اسيت مهم جدا ويعتبر بالنسبه للشركه ده الجوهره بتاعت الشركه اللي تخلي اي حد يطمع في الشركه. انت طمعان فيا عشان انا عندي خط انتاج مش عند اي حد يعني؟ طب بيعوا خط الانتاج.
تعالى بقى ورينا هتستحوذ عليا ازاي. فانا عملت ترانسفير للحاجه المجوهرات المهمه اللي عندي. فبيقول لك ذا تارجت كوربوريشن اللي هي الشركه التارجت المعرضه للاستحواذ سيل تبيع اور اذروايز ديسبوز تتخلص من وان اور مور اسيتس واحد من اهم الاسيت عندها ذات ميت اي ديزيرابل تارجت اللي بيخليها تارجت مفضل. اخر حاجه ليجال اكشن، خد اي اجراء قانوني تعطل بيه الدنيا شويه. تقعد بقى مش عارف تعمل نقض، تعمل استئناف، تعمل معارضه، اعمل اي ليجال اكشن تعطل بيه الدنيا لحد ما نعرف ناخد اكشن كويس. فيقول لك تارجت كوربوريشن يعني الشركه المعرضه للاستحواذ دي مي تشالنج وان اور مور اسبيكت اوف تندر اوفر، يعني تعترض او تتحدى اي جانب من جوانب التندر اوفر، تعمل عليه اعتراض، تعمل نقض، تعمل اي حاجه. الريزلتنج ديلي فتاخر الدنيا شويه، والديلي اللي هيحصل التاخير ده انكريز كوست تو رايدر، هيزود التكلفه اكتر على الراجل الرايدر او المعتدي ده اللي جاي يعتدي علينا. اند انيبل فارذر ديفنسيف اكشن، ويمكننا ان احنا ناخد ايه ديفنسيف اكشن او اكشن دفاعيه بشكل اكبر مع الوقت او التاخير اللي هناخره للراجل اللي جاي يستحوذ علينا. بس شوف بقى حاجات ظريفة اهي علمتك ازاي تدافع عن الشركة لو هيتم الاستحواذ عليها. ممكن بمعلومة صغيرة من دول على فكرة تنقذ شركة من ان حد يستحوذ عليها بشكل عدواني. تعال نشوف نقطة تانية بقى اسمها ايه، دايفيسيتيتور اوبشن. يعني ايه يا اخوانا كلمة دايفيسيتيتور دي؟ دايفيسيتيتور يعني تفكيك. ايه هي الاوبشنز او الخيارات المتاحة لما نيجي نفكك اي شركة؟ تعال نشوف اشكال تفكيك الشركات عامله ازاي. انت بتسمع دايما ان في شركه في شركه انفصلوا والشركه اتفككت، ان في شركه انبثقت من شركه جديده وهكذا. تعال نتفرج على اشكال تفكيك الشركات، هم شويه صغيرين دول اللي هم اي بي سي دي اي اف جي بس كده. تعال نشوف. بيقول لك اهو ادايفيزيتور التفكير تفكيك الشركات ده انفولف ايه بقى؟ ذا سيل اوف ان اوبريتنج يونت، ان انت تبيع وحده تشغيليه اوف فيرم تبيعها لثيرد بارتي، فانت كده بتفكك شركتك. تعال نشوف اول شكل من اشكالهم اسمه ايه بقى. ها سباين اوف، كلمه سباين يعني منبثقه او متفرعه. فلما اقول لك دي سباين اوف يعني هنكون شركه جديده متفرعه من الشركه القديمه تمتلك خط انتاج منها معين ولا حاجه ويتعمل بيه شركه منفصله لوحده، فكده الشركات فككت. فيقول لك سباين اوف ذا ايه، دي حاجه منبثقه او متفرعه. از ايه بقى؟ كرييشن اوف نيو سيبريت انتيتي، هنعمل انتيتي او شركه جديده منفصله فروم انذر انتيتي عن الشركه الثانيه with the new entity's share، والاسهم بتاعت الشركه الجديده distributed هتتوزع ان ايه بقى؟ approval rate يعني مناسبه نسبه وتناسب basis to a existing shareholder of the parent entity، يعني اذا البيرنت انتيتي او الشركه القديمه او الشركه الام هيحصل منها سباين اوف او هينبثق او يتفرع منها شركه جديده. الله، طب واسهم الشركه الجديده دي؟ قال لك هتتوزع على نفس الايه الاكزيستنج شير هولدر بتوع الشركه القديمه بايه؟ بشكل نسبه وتناسب لملكيتهم القديمه. اكزيستنج شير هولدر والمساهمين الحاليين الموجودين ويل هاف ذا سيم بروبوريشن اوف اونرشيب، هيكون ليهم نفس الملكيه في الشركه الجديده. ليه؟ عشان وزعناها ببروريت يعني بنسبه وتناسب. اون ان ايه بقى؟ ان ذا نيو انتيتي ذات زي هاد ان ذا بيرنت، اللي كانت نسبتهم موجوده في الشركه البيرنت الام هتفضل نفس نسبتهم هي موجوده في الشركه الجديده المتفرعه. عشان كده ساعات بيقول لك ان موضوع السباين اوف ده بيكون تايب اوف ديفيدنس، شكل من توزيعات الارباح للاكزيستنج شير هولدر. انت كمساهم عندنا عايز ارباح، ما عندناش فلوس تاخد سهم في الشركه الجديده، فاحيانا ده بيبقى شكل من اشكال توزيعات الارباح. ريزونز، الاسباب هنا لعمليه السباين اوف او تفرع او انبثاق شركه جديده ده، اند دايفيزيتور والتفكيك اللي هيحصل انكلود ايه بقى؟ يعني الاسباب اللي تخلينا نعمل كده. يقول لك ايه؟ جوفرنمنتال انتي تراست ليتيجيشن، انتوا عارفين كويس ان الانتي تراست اللي هو مكافحه الاحتكار، ففي بعض الليتيجيشن او الحاجات القانونيه اللي مفروضه من الحكومه او تشريعات بتقول لك انت كده محتكر. طب يا عم خلاص انا هعمل لك نفسي شركتين عشان ما بقاش محتكر، فده سبب من اسباب ان انا اعمل شركه جديده متفرعه او منبثقه من شركتي. ايه كمان؟ refocusing of a firm's operation، ان احنا نعمل فوكس او نركز على اوبريشن معينه هي دي اللي اتفرعت وبقت شركه معينه لوحدها. and raising capital for the core business operation، واقدر اخد كابيتال جديد عشان انفذ الايه الاوبريشن الرئيسيه بتاعت الشركه. شكل تاني من اشكال الدايفيسيتور او التفكيك بيسموها ايه بقى؟ equity curve out. curve out يعني ايه يا شباب؟ يعني اقتطاع، هنقتطع جزء من الايكوتي.
فبيقولك involve the sale of ايه بقى a portion of a firm through a public offering. طبعا انتوا عارفين public offering ان انا اعرض الاسهم بتاعت الشركه للاكتتاب، واما اعرض اسهم الشركه للبابليك اوفرنج او الناس تيجي تشتريها يعني فكاني ببيع جزء من الشركه وبقتطع جزء من الايكوتي. طب ما انا كده فككت الشركه وخليت الملاك ناس كتير، طب ما انا عايز فلوس عشان اشتغل. فبيقولك it provide a way to quickly raise capital، ده شكل من اشكال ان انا اخد كابيتال بسرعه. And bring a new management، واجيب إدارة جديدة، while still maintaining control، وافضل كأني برضو محتفظ بالكنترول، لأن أنا لما عرضت أسهم للبابليك أوفرنج ما عرضتش أكتر من 50%، فلسه الكنترول معايا، واديني كده ريز كابيتال، حصلت على كابيتال جديد وغيرت المانجمنت كمان. split up، طبعا زي ما انتم عارفين split يعني انفصال، وهو ان نمسك الشركه اقسمها جزئين، صح كده؟ زي مثلا اتنين شركاء انفصلوا فخدوا الشركه خلوها جزئين، فالشركه تفككت. نشوف بيقول ايه. split up is when the entity splits، لما الشركة تنفصل into two or more entities، تنقسم الى شركتين او اكتر. shares في الحالة ديت in the original entity، في الشركة الاصلية، are exchanged for، هتتبدل بشيرز في النيو entities الجديدة، اللي كان ليه اسهم في الشركة القديمة هتتبدله باسهم في الشركات الجديدة. فممكن ثلاثة شركة ولا حاجة يوم ممسكين الاسهم اسمنها ثلاثة، ثلاث شركات جديدة، وتبقى الشركة القديمة اتفككت. شكل تاني اسمه ايه بقى؟ تراكنج ستوك. الستوك هنا اللي هو الايه السهم، ده هيبقى ستوك تراكنج. يعني ايه تراكنج؟ يعني بيتراك منتج معين في الشركه، بيتراك ديفيجن او قسم معين في الشركه، فرع معين من الشركه، فده سهم غريب شويه اسمه تراكنج ستوك. السهم ده بيكون ليديك الاحقيه في نشاط معين او قسم معين او منتج معين من منتجات الشركه. فبيقول لك التراكنج ستوك هو ستوك ايشود بيتم اصداره in a division or segment، على قطاع معين او قسم معين من البيرنت انتيتي. This provide investor، والسهم ده هيدي للانفستور with the opportunity to invest in ايه؟ ان هو بيستثمر بس في ايه؟ only a portion of the entity، انت كمستثمر مستثمر في جزء بس عندنا من الشركه، وهو قطاع المقاولات مثلا ولا حاجه. However، ولكن they have no claims on the assets of the division or segment، بس هو كده ما يقدرش يطالب بالاسيت بتاعت القسم ده او الاداره دي، لا rather بدلا من كده the parent entity، الشركه الام هي اللي maintain الكنترول over the division or segment. يعني حضرتك جاي تستثمر بس تيجي تطلب اسيت خاصه بالقسم ده، لا مالكش الحق. tax benefit may arise from a combination، وطبعا لما شركات يندمجوا مع بعض اكيد بيبقى لها مزايا ضريبيه معينه. اخر حاجه بقى هيتكلم عنها في اليونت دي او في الصاب يونت دي، موضوع حاجه اسمها ايه؟ بروكسي فايت. ايه البروكسي ده بقى؟ بروكسي ده يعني راجل وكيل عنك او مفوض عنك، انت راجل من ملاك الشركه وعايز تلتحم مع الشركه وتقاتل معاها كده، ويبقى في خناقه ما بينكم وتعتدي على الشركه وكده، فتروح تفوض واحد بالنيابه عنك، فده كده اسمه ايه؟ بروكسي فايت، وهو ان في واحد هيجي يفايت بالنيابه عني. ده إذا أن attempt to إيه بقى؟ ها؟ أن attempt هي محاولة by decedent اللي هم الإيه؟ الناس المنشقين عن الشركة، دول ناس shareholder انشقوا عن الشركة، معتدين مع الشركة دلوقتي مع أن هم لسه shareholder، فدول إيه؟ ناس decedent يعني منشقين عن الشركة to control، فهو بيحاول أن هو يأتم بأن هو ياخد الإيه؟ الكنترول. or at least influence، وانت عارف طبعا الفرق بين الكنترول والانفلونس، الكنترول 50%، الانفلونس من 20 الى 30%. كويس. The corporation by election director، فهو الراجل ده عايز يحاول ياخد الكنترول، بس هياخد الكنترول ده ازاي باي في الكوربوريشن؟ قال لك باي ايه؟ electing director، بان هو ينتخب الايه؟ اعضاء مجلس الاداره. فالدايركتور اللي هو هينتخبه بالنيابه عنه ده هو هيكون البروكسي او الوكيل بتاعه. فيقول لك البروكسي از ذا باور اوف اتورني، ده اللي هو الايه؟ التوكيل عام. يعني لو عامل لك توكيل رسمي عام فهو بيكون ليه نفس الباور بتاعت البروكسي ده. اوثورايزنج از بيسيفيك بيرثون، بيدي السلطه او الصلاحيه لشخص معين تو فوت، ان هو يعمل تصويت في الكوربريت ستوك. يعني من الاخر انا راجل ديسيدنت شير هولدر، انا راجل مساهم منشق عن الشركه وعايز اتم بان انا اخد الكنترول، بحمل واحد عشان اخد الكنترول، او على الاقل يبقى ليا سيجنيفيكانت انفلونس. هعملها ازاي دي؟ بان انا اختار دايركتور يمثلني. الدايركتور ده هعمل له ايه؟ بروكسي او اتورني، زي حاجه زي توكيل رسمي عام او كده، ان الراجل ده يفوت بالنيابه عني، فيقوم يعمل الحاجات اللي انا عايزها من غير ما حد يحس. فهمتوا اللعبه؟ بس
دي كده كانت سب يونت ظريفه جدا جدا، علمتنا الميرج والاكوزيشن وايه مميزات كل واحد فيهم، وايه الحاجات اللي خلينا نسعى عليهم او نبتعد عنهم، وازاي ندافع عنهم، والشركات اللي عايزه تتفكك تبقى عامله ازاي. كانت معلومات ظريفه جدا جدا، دمها خفيف قوي. معلش كانت سب يونت طويله شويه، بس انا شخصيا ما حسيتش فيها بملل، يعني حسيت فيها بشويه ايه شويه اثاره كده وتشويق زي ما بيقولوا، عشان تكتشف اساليب كتير للدفاع عن شركتك ضد عمليه الاستحواذ العدمي. بس احنا كده خلاص خلصنا السب يونت بتاعتنا، خلصنا محاضرتنا النهارده، ونتقابل على خير ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.